كل جسم مننا مختلف عن التاني في تفاعل الأحجار معاه، وده لأن كل بشرة وليها طبيعتها المختلفة عن التانية، وكل حجر له إحساس مختلف لما بتلمسيه. هديل، هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ لا. إحنا ليه لابسين جوانتي وإنتي لأ؟ وإيه المشكلة يعني يا دينا؟ بس إنتي عشان أنا يا دينا لازم ألمس الحجر بإيديا عشان أقدر أحسه. إنتي لسه قدامك شوية يا دينا على ما توصلي للي أنا بتكلم فيه ده. طب أقولك على حاجة؟ إنتي عارفة إن أنا ممكن أعرف الحجر ده نوعه إيه ولونه إيه ومنين كمان من غير ما أشوفه لمجرد إني ألمسه؟ لا. إيه مش مصدقاني؟ لا طبعا. إيه الغباوة دي؟ طب هقولك على حاجة، مش إنتي جايبة معاكي صندوق فيه أحجار؟ آه. أنا أعرف نوع الأحجار اللي جواه؟ لا طبعا. خلاص هاتيه وأنا هغمض عينيا بشرط إني هعرف كل حجر هتطلعيه في إيدي هو نوعه إيه. طب وبعدين؟ وبعدين لو غلطت في أي اسم السيشن ده فور فري ليكوا أنتوا الاتنين. فاين. ولو إحنا بقى اللي غلطنا؟ هتدفعوا الدبل. لا بتهرجي. بهرج. لا ولا حاجة. أوكي. مش للدرجات دي. يا ستي سيبيها تعمل اللي هي عايزاه. أوعي تكوني شايفة. هاتي إيدك. وريني بقى. ده حجر أبيض من سيوة. ده حجر من سينا. أسود. جبتي منين الحجر ده يا قروبة؟ واخداه من عند جدتي. واضح، خلي بالك منه ده غالي قوي. طب خلاص استنى. ده حجر من عندي، بلاش غش. لا ده انت فظيعه. هاتي. اصل الحكايه هي حب، لو حبينا الحجر هنقدر نحس بيه ونفهمه. مش يلا يا جماعة نشتغل بقى، مش معقول رغي من الصبح. اوكي يلا. لازم تسندي ايدك على الترابيزة علشان ايدك ما تترعش. حاضر. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام يا راجل يا طيب. على فكرة حاطة لك الكراتين بره، هتطلع بيه على مخزن الدرديري وتكلمني ضروري من هنا. حاضر. عاملة ايه الحاجة دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين. بس امبارح الضغط عالي عليها قوي، وديناها للدكتور فحولنا على المستشفى، وادحنا في انتظار الشفاء من عند ربنا ان شاء الله. ان شاء الله خير، انا هبقى اطلبها تطمن عليها، بس انت خلي بالك منها. حاضر. واخبار زينب والقمر بتاعتنا ايه؟ قديم طلعها عيني يا استاذه. يا راجل يا طيب، حد يبقى عنده بنت زي القمر زيها ويشتكي منها كده؟ قمر اللي ما يعرفش يا استاذه يقول ايه؟ عدس. ايوه عدس. عدس. عموما خلي بالك منها، دي زي القمر. قمر ايه يا استاذه؟ اهو دلعك فيها دوت، هو اللي مضيعني، هو اللي بيخليها تتبغدد عليا. خلاص هبقى اشد لك ودانها على خفيف لما اشوفها. متشكر يا استاذه، ربنا يخليكي لينا. يلا بقى نروح نشوف شغلنا ونجيب الظرف والفلوس والنبي يا عم محمد. حاضر. ما بنوزعش على الناس بضاعه ببلاش يا عم محمد. حاضر يا ست الكل، انا اول ما اوصل هناك هتصل بحضرتك على طول. ماشي. اول ما توصل تكلم. حاضر. وظرف الفلوس. حاضر. يلا مع السلامة. ربنا يخليكي لينا. ولينا. سلام عليكم. خسرة. الله يبارك فيك يا رب. الراجل ده يعرفني من وانا عندي سنتين. كان بيشتغل عند ابويا الله يرحمه. ومن ساعتها هو معايا على طول. عنده بنت فنانة تشكيلية هايلة. هي اللي بتعمل لي التصميمات دي. حلوة قوي. اسف. ازيك يا بيبي؟ انت فين؟ في الشغل. وانت؟ بص انا خلصت شغلي في الورشه وهطلع اقعد مع محسن شويه في المكتب، وبعد كده هبقى اروح البيت. لما تخلصي انت بقى كلميني. اوكي اوكي يا حبيبي. باي باي.
انت ما كلمتنيش ليه قبل ما تيجي؟ انت وصلت للمرحلة القذرة دي. مرحلة ايه يا هدين؟ انت اتجننتي؟ اتجننت؟ يا مراهق يا قذر. في ايه يا هدين؟ ما تلم لسانك. وانت كنت دخلتي قفشاني مع واحدة؟ اوعى تكون فاكر ان انا مش حاسة انك مش عايزني. وإذا كنت ما بتخنيش يا أستاذ لأن ما جاتلكش الفرصة. انت كل يوم بتنزل من نظري. يوه انا زهقت من صوانت النكد اللي شغاله عماله على بطال دي. يا شيخه بطالي نكد بقى، هتجيب لنا الفقر. انا برضو اللي هجيب الفقر ولا اعمالك الوسخه دي قرف زباله؟ يا غوري بقى. قبل من كام سنه؟ من 20 سنه. فاكره كويس. ايوه بس ما تخيلتش ان انت هتفتكري. صليكي كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روحي. قولي لي يا روحي 35 برضو؟ ايوه يا اختي 35 برضو. تشوفي حد من العيال ولا لا؟ لا خالص. بس سمعت ان هديل اتجوزت. بجد؟ قابلت سيف من فتره في الشارع. ما تغيرتيش يا جان. فعلا؟ طب بقول لك ايه، ما تشوفي العيال فين ندور عليهم؟ عندك نمرهم؟ ما عنديش نمر حد خالص. انا بقالي فتره. انت مستنيه حد ولا ايه؟ لا. هدايتك اهي ياك شطمه. ميرسي حياتي. بصوا بقى، قبل ما نرخي حد يكلم هديل، انا ما عنديش نمرتها. هو انا كمان ولا انا مش نمرتها؟ ما اعرفش عنها حاجه، حتى ما شفتهاش بالصدفه. يا خساره. مش ممكن تفتكروا هي؟ مستحيل. الجو جامد. مسخره. مش ممكن يعني. وانت يا يو قولي لي ايه اخبارك ومامتك عامله ايه؟ كويس الحمد لله، قاعده مع اخويا في دبي. مش اتجوز؟ لا بجد. قولي لي انت باباكي ومامتك واخوك عاملين ايه؟ تمام كويسين نشكر ربنا الحمد لله. اخوك اتجوز؟ يا بنتي ده عنده ادم دلوقتي 4 سنين. ما شاء الله. متجوز حته دين واحده مطلعه عينه، وهي دي اللي علمته الادب. كان فاكرينه. هي ساره راحت فين؟ ساره انا هنا اهو. ايه الدوشه دي؟ هو مين كان بيخبط؟ ده المحوري. ما دخلتهوش ليه احتفل معانا بدل هدي؟ يا سفله. والله عندها حق. على الاقل يا اختي دل راجل ودل حتى بدل القعده الناشفه دي. ماليش ايه بلا قرف. القعده دي احلى قعده، انا مبسوطه جدا، ده احلى اجمال في حياتي. عشان تعرفي بس ان احنا فاكرين مش ناسيين. طب حد يقول لي بقى،
كل واحدة فيكم تقولي افتكرته ازاي. انا شخصيا مش فاكرة اصلا افتكرت ازاي طول عمري. محدش فينا يتكلم، لازم ندور على هدير، ما ينفعش كلنا نبقى مجتمعين وهي لا. انا جيت وخشيني وفجأة مش عارفة ايه اللي بيحصل. قولي بقى بنتي ايه؟ فجأة انت كنت عارفة صح؟ كنت عارفة. وحشتيني. حضني بقى معايا ايه ده؟ محدش بقى قد كده ولا ايه؟ انت يا بنتي انت كنت فين؟ فين حياتك انت؟ مفيش، عايشه اتجوزت. ايه ما اتجوزتي يبقى لازم في كآبه. طبعا يا حبيبتي في كآبه، شكلي مش كئيب ولا ايه؟ طيب قبل ما نرغي تحبوا تشربوا ايه؟ اي حاجه اي حاجه دايزه في اي حاجه دي. لا بجد عندي شاي وعندي نسكافيه وعندي واين وعندي بيره. مين فيكم بيشرب؟ انا بس ما ينفعش، انا راجعه سايقه مش طالعه. لا 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 واين خفيف جدا. هوصلك يا بنتي انا شرب. طيب يلا اوكي. انا حابه انقي. نقي يا حبيبتي، يا رب تجيب لنا حاجه عدله. انا ممكن يا سوء اخد بيره. والله وكبرنا يا بنتي يا جيد. من امتى حبيبتي وانت بتشربي؟ فاكره يا واطيه مين اداني اول سيجاره في حياتي؟ انا. ما هو انت كنت مزوغه من حصه الكيمستري. لا 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 كانت حصه المات. يا نسيت نسيت. ما شاء الله على الذاكره انتوا الاثنين، ده انا جالي زهايمر يا عيال. لو سمحتي بطلي نق. ليه كده؟ بطلي نق انا عارفاها. واو سرسوره، ايه البراد التحفه ده؟ مفاجاه صح؟ بجد. اطلبي واتمني. هنشربينا ايه؟ هندوق كده شويه حاجات. تعالي هاتي كاسات من عندك. قبل ما اشرب تلحقتي على الريحه ولا ايه؟ بص يا ستي. ايه ده؟ ده براندي. عايزه ادوق. هتدوقي بس ما اعتقدش هينفعنا في القعده دي. معلش عايزه ادوق. قولي لي ايه رايك؟ جامد جامد قوي. لا بجد حلو. اوكي. ده ايه؟ فودكا طبعا. ما بحبهاش بس عايزه ادوق. دي هتبقى قويه قوي علينا. كفايه كفايه. هتسكرك يا بيبي. هبه فظيعه. حد يشربها ساده كده؟ سك انا صايعه. سك كده انا صايعه. هتسكري حبيبتي. ده واين عارفه؟ واين. اوكي. طب وايه رايك في ده بقى؟ عشان ايه ده اللي غالبا هنشربه. طب انا عايزه ادوق. اوكي من غير كلام يعني. واو ده اللي هنشربه. حياتي انتي بتتغيريش ابدا. ايه بنت الرجل الحلوه دي؟ طول عمرك قليلة الادب. بصراحه رجلك طول عمرها عجباني. انتي اهلك ما عرفوش ربوكي على فكره. بموت في رجلي. ما ربناش على فكره. والله رجلك ناسي وربوك يا بنتي. يا بنت رجلك حلو. انا بمدح فيكي. ساره وهبه راحوا فين؟ راحوا اشتروا بيره ولا ايه؟ ساره يا ساره بتنادي بنفس الطريقه اللي كنت بتنادي بيها في الكلاس. فاكره؟ يا هبه يا هبه هبه يا هبه هبه هزق. ساره انا هزق حالا. ساره يلا ساره يلا هاتي الواين. طبعا ساره يلا بينا. ساره استني بسرعه بس بقى بطلوا دوشه. يلا احنا الصراحه بنستهبل قوي، اتاخرنا عليهم كده. ساره جايه. ساره ايه الدوشه دي؟ كامل ولا ايه؟ ايه ده؟ 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 برافو عليكي. مبسوطة مني يا انتي طول عمري. يا لالا وحظيني. لا 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 معلش انا مش مصدقاكي. ثانية واحدة يعني ولا حتى كاس واحد؟ امال هببتي ايه يوم فرحك؟ انتي مش هتبطلي بقى قلة الادب دي وتحترمي سنك؟ لا انسى. لا من الواضح ان كلنا بنتميز بأباحة شديدة. يا جماعة انا بشرب حشيش. الله اكبر. نهارك اسود؟ انتي بجد بتحششي؟ انا فاكراكي محترمة. بعدين جوزك يعرف حاجة عن الكارثة اللي بتعمليها دي؟ ما هو اللي علمني. بجد؟ بجد؟ طب قولي لي هادين هادين قولي لي بعد كده ما بتتروقوا وجسمكم يسيب وعضلاتكم تسيب مفيش تمارين رياضية سد مد وبتاع بننكد على بعض يا ساتر. هو ده
هدين على فكره. طب يا روحي بقى بس كده انا محضره لك مفاجاه بنت لذينه. يا رب يطلع اللي في بالي يا رب. ايه اللي في بالك ده؟ ايه الواجب بقى ده؟ والنبي انت بالذات بلاش نق. انا اسكتي وبلاش نق. بطلي نق. استني بس انا بطلي نق. مفاجاه يا بنت اللذينه. واو جايبه الستاف ده منين؟ عيب عليكي بقى. البتاع ده كان ابويا بيشربه من زمان. فكرتيني بابوكي عامل يخف. هو مش عيان اصلا كويس زي ما هو بعد الشر عنه. الف ساعات الف انا ولا تلف انت؟ لا انا حل. اوكي. لا من الواضح ان كلنا اتغيرنا بس غالبا للأسوأ ولا ايه؟ اول نص ساعه خمره وحشيش وكلها ربع ساعه يدخل علينا البوكس بظهره ويلمنا كلنا اداب. حلو قوي الكونسيلر اللي انت حاطاه، جايباه منين يا عروبه؟ ده فرنساوي انا اللي ببيعه في مصر. ايه ده يا بنت لسه غاويه ميك اب؟ خليني انت بس الشركه وانا هظبطك. اوكي. اوعي يا بنتي تكون مضروبه تحرق لنا وشنا. الله يرحم تحرق لنا وشنا. ايام اللونه جوز الهند ها؟ والروج بتاع امك البوبا اللي كان بيتسرق كل يوم. ما كانتش جوز الهند كانت فراوله عشان نحمر. حاجه كده ايوه. هي ما لقتش اصلا حلقتها غيره عشان اسرق منها حاجه. كاسي. وخدي. معلش بقى ما لقيتش بيره. لا ولا يهمك بقى ما رضيتش احرجك انا في بيتك وكده. انت ما عندكيش ولاعه يا بنتي؟ لا للاسف ما عنديش. استني. ايه البوليس لم الحشيش بسرعه. استني ما حدش يشرب لازم نقول تشيرز الاول. اوكي. وانا هروح فين انا بالبتاع ده؟ حطي الجوينت وقولي تشيرز عادي. ينفع عادي؟ يو امل ما حدش يبوظ اللحظه. لا 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 لحظه مهمه جدا. بص من 20 سنه عملنا نفس الوعد ده. ده وعد منيل من 20 سنة. خمرة وحشيش مش عارفين اللي هيحصل. يا رب اخلص من التشيز اللي علق دراعي. تشيز. أنا بجد مبسوطة قوي يا جماعة. كل سنة وأنتي طيبة يا سو. وأنتي طيبة يا روحي. البتاع ده طعمه حلو قوي. شفتي؟ والبتاع ده طعمه أحلى. شفتي؟ طب يلا بقى كل واحده فيكم تفتكر عملت ايه من ساعه ما سيبنا بعض لغايه دلوقتي. احسن حاجه قلتيها النهارده. استني قبل ما نعمل كده بقى شغل شويه مزيكا. يا سلام. الله ساره طول عمرها صاحبه مزاج. مش زيك بطاطس يا كفتس. صدقي بقالي كتير قوي ما سمعتش يا كفتس دي. تاخدي نفس؟ لا مين الأمور اللي بيغني ده؟ يا حمارة ده راجل عراقي اسمه إلهام المفعي. اسمعي وتنزلي. بقالي سنتين بسمعه ومش قادرة أفهمه ولا حد وآخر الأغنية بصدع هقوم قافلاها أخف عشان ما بتفهميش. صدقيني ما تسمعيوش. إيه يا جماعة ده؟ في إيه؟ محدش شاف الموبايل بتاعي؟ لا أنتِ ما طلعتيش بيه هنا على فكرة. ايه القلق ده؟ كان معاكي وانتي معايا في العربيه. تلاقي البوي فريند بتاعها بيتكلمها وما بتردش عليك يا بيانا. يا جماعه هبه لسه فايقه تمام. عيب عليكي بس المصيبه سكرانه ومش قادره اقوم اجيبه. طب هاتي المفتاح اللي نازل اجيبه. اتفضلي. خلاص بقى كبري. هو لازم حاجه مهمه قوي يعني الموبايل؟ مهم. بصي ده اوبن وده كلوز. وده كلوز وده اوبن. فايقه ايه؟ طيب انا جايه معاكي. خليكي يا حبيبتي. لا 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 خلاص الواحد معاكي. طب يلا يلا. اوعى حد يحكي حاجه لغايه ما نيجي. ايوه. رايحه فين انت يا هبله انت؟ راجعه راجعه. ما تتاخريش. بسرعه. لا احنا هنا؟ ايوه. هنا. ده بعيد قوي. محدش يزقني. محدش يزقني. تعالي جنب تعالي جنب تعالي. انا مهلك بقى مش مفيد. انا قابله للكسر. ايه ده غريب قوي. ده انا رقصت رقص. نعم. انت فين؟ طيبين قوي. عند ساره صاحبتي. ساره مين؟ ساره بتاعت زمان؟ لا لا بس. وايه اللي فكركم ببعض يعني دلوقتي؟ فراغ. هترجعي امتى؟ بوبا يا بوبا يا مجازمة بوبا. انت مالك؟ بنت بتاعت الميك. احنا بنتكلم من اول المكالمة كويس ما تخلينيش اقفش عليكي. اقفش. اخلصي هترجعي امتى؟ لما اخلص.
بصي انا قدامي ساعه وهرجع البيت، نفسي ارجع ما الاقيش. هتشوفي هديل هعمل فيك ايه. باي سيف هديل. بقول لك نعم. خلي بالك من نفسك، تحبي اجاختك. ثانك يو. ارتاح. باي. كلمي مين يا موزة الموزز؟ انت مالك يا جزمة الجزم؟ سيف. ايه ده، هو فين زهية؟ انا ما شفتوش قبل كده. الله يخرب بيتك، انت مالك يا زهية؟ مع اصحابه اتخانقنا قبل ما ننزل. ايه ده الخناق والنكد ده؟ اتخانقتوا ليه؟ قفشته بيتفرج على فيلم بول. وماله؟ الراجل بيعمل تريننج عشان يجدد. ايه يعني؟ عايزه كنت تقعدي تتفرجي معاه طبعا يعني. لا، هدير طول عمرها ما بتحبش الكلام ده. لو سمحتوا يا جماعه انا ما بحبش اتكلم في الموضوع. خلاص ما تزعلي. انا فاهماكي. خلاص الدوله، هو انتوا لما اتجوزتوا كنتوا كل يوم تعملوا اسئله اولى ابتدائي؟ اي بنت مخطوبه بتتخيل ان بعد الجواز هتبقى الحياه ورده كل يوم مش هقلبظات بقى ودلع وكده. لكن لا، اقدر اقول لكم بعد سنتين جواز احنا ممكن نعمل كده مثلا مرتين في الشهر. بس انا كنت فاكره ان الحياه هتبقى احسن من كده. قبل الجواز كانت احلى. ايه علاقه هو كان في علاقه قبل الجواز اصلا؟ ما انا ما كنتش فاشله. يا نهار ابيض، ومين عامل فيك كده يا دين؟ ايه عبيطه انت كمان؟ سيف طبعا، امال هيتجوزني ليه؟ برضك الحمد لله انه اتجوزك. ليه ان شاء الله؟ هو كان ممكن ما يتجوزنيش. عارفين يا بنات، وانا صغيره ماما كانت مفهماني ان الكلام ده قله ادب. بجد كانت مفهماني كمان ان الولد والبنت لو باسوا بعض يجيبوا عيال. تخيلوا، انا فضلت كده فاهمه الموضوع ده لحد الجامعه. كل الامهات بتقول نفس الكلام ده، لدرجه ان انا خلاص هخلف من بقي. انا امي كانت تقولي لو حد مسك ايدك هتخلفي. ده احنا اكثر تطور وتمدن. طب وانت يا جان؟ ايه بتعملي ايه مع الخطيب؟ مين؟ يعني عماد. بصي، على ما اعتقد يعني تذكر كده تقريبا بسني، او على ما تتذكر يعني كانت فرنش ولا بس فورتك يعني. لا طبعا انا ما بسيبوش يعيش اللحظه كده يعني، ما بسيبوش يتطور معايا قوي كده. ايه ده تليفوني فين؟ بيرن ده صح؟ تليفوني. الفضول ده ايه؟ لا اي علاء. وصلك رقم بيته؟ وصلني الرقم. قفل السكه في وشك طبعا. لا 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 لا، قفل السكه. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا اصلا ما كلمتوش. يا ايه، الراجل ده مجنون. ما علينا، المهم هاتي ورقه وقلم علشان اديكي العنوان. حاضر. ايه بقى ورقه وقلم دي؟ ايه الطلب الغريب ده؟ في ورقه وقلم في البيت ده ولا ايه؟ مفيش حد. طب بقولك يا عماد، ما تبعتلي العنوان دوت SMS، ويعني لو في تفاصيل بقى، بيصحى الساعة كام، بيروح فين، يعني ابعتها لي كلها ممكن؟ اوكي ميرسي. باي يا علاء. يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه هدي؟ انت نسيتي الانجليزي؟ ماسترز. رحت انجلترا، درست شهادة ماسترز في سلوك الإنساني، وخدت كذا دبلومة كمان في عقلية الطفل. يعني انت دكتورة؟ لا انا طبعا مش دكتورة. ايه ده؟ انا مش فاهمة حاجة. ولا انا. اوكي، يعني البيبي من يوم ما يتولد لحد ما يبقى في سن المراهقة، انا دارسة ازاي اعالجه، بحلله مشاكله سواء في السلوك او في الحياة.
تعالى يعني انت فاتحه عياده؟ لا يا حبيبي انا مش فاتحه عياده يا حبيبتي، انا عندي بيج على الفيسبوك والموضوع كده بيمشي بالعلاقات. انت بتعملي تشات معايا اهو. تشات مع العيال الصغيره بقى، تشات ازاي يعني؟ لا يا زفت انت وهي، انا بروح لهم بيتهم بعالجهم، بعمل السيشنز بتاعتهم في البيئه بتاعتهم، كل واحد على حسب مشكلته. تروحي لهم بيتهم؟ بس شغلانه غريبه جدا. هي غريبه بس ممتعه. احلى حاجه فيها لما تشوفي سلوك الطفل بيتغير قدامك تفرحي قوي. عمرك حبيت يا ساره؟ لا بس صاحبت كتير. نعم ما اقدرش اعيش من غير ساره. اها بنقضي وقت لطيف، بنشرب مع بعض، نتفرج على فيلم، نقل ادبنا شويه، مفيش مانع. بس ما حبيتش، لسه ما لقيتش راجل اصدق. انا عايزه ارجع القرف. استنوا شويه، استنوا شويه. الو انت فين؟ موجود؟ ما روحتيش الكنيسه ليه؟ انا عند ساره صاحبتي. هتخلصي امتى؟ انت مالك؟ انا اشتريت الشبكه. خدت الاذن الاول؟ جان مش كفايه بقى؟ ماشي يا عم. هتخلصي امتى مع صاحبك؟ شويه. تسال ليه؟ الساعه 12 لازم نكون مع بعض. بص يا عماد، بحبك ومش هقدر ما اكونش معاكي. طيب خلاص، فوت عليا عن ساره صاحبتي، بس تعالى من غير عربيه، انا مش عايزه اسوق. العنوان فين؟ هبعتهولك في مسج. اوكي يلا باي. باي. ده خطيبك؟ ايوه. بتكلمي ميري كده ليه؟ عادي يعني. هو انت ليه صحيح ما حكيتيش حاجه عنه خالص؟ هو مين؟ اللي هو انت عماد. هو عماد. بصي يا ستي، عماد محاسب في بنك. وايه كمان؟ هو اجمل حاجه فيه انه بيحبني. وانتي ايه يعني؟ ايه؟ بص يا دو، مش مهم قوي تاخدي واحد انتي بتحبيه، المهم هو يكون بيحبك قوي. ايه الفلسفه الزباله دي جد؟ انا وجهه نظري كده، المهم ان انا مرتاحه، هو مبسوط جدا، بيعملي كل اللي انا عايزاه. ما تغيرتيش يا جان. ما انا عارفه. انا عندي هموت. في ايه؟ الصف ده جايبه من هولندا يا دي. اكيد. لا والله. سيف لو كان هنا كان حابب. بس هو طول عمره فقري. ونكدي. اخي. نطفي الشمع. يلا. بقى. لا. ايه؟ استنوا. كل واحد لازم يتمنى امنيه قبل ما نطفي الشمع. وبعدين بقى ايه العطله دي؟ انا عارفه. يلا غمضوا عينيكوا الاول. لا 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 هرجع. لا خلاص هنقول. استنى استنوا بس ما ولعتش الاول. اولع اولع. طيب اولع وبعدين نتمنى زي ما احنا عايزين. يلا ها. لازم تتمني وانت واقفه. غمض. بمناسبه عيد ميلاد مين؟ ساره. انا ساره. يا رب يا رب يا رب يا رب. ايه 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 يا لهوي. عادي بس عادي عادي بقى ساره. لا بجد ساره، ربنا يكون معاكي ويرشدك للصح ونفضل على طول صحاب. ايه يا اختي انت؟ ايه؟ فاكره نفسك في الكنيسه هنا؟ احترمي نفسك يا زباله. احترمي مين يا عم؟ قللت الادب قوي. ايه اللي بطيها دي؟ يلا تاخدي نفس؟ لا حياتي. شوف ما بتقولش لا. احنا ما لحقناش نغني ولا نعمل اي حاجه.
منين يا بابا اللي انت بتعمليه ده؟ الفستان الفستان ايه ده؟ جوه جوه يمين في الحمام. لا ده شمال ده شمال. جوه يمين. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ يا بنت اللذينة مشيت هبة؟ من زمان انا راكنة عربيتي انا. تاني البت دي انت راكنة فين؟ انا ايه راكنة فين؟ اه صحيح استنى بنت سارة فين؟ انا اهو شرف. انا راكنة هناك. لا ده بعيد. الله انتوا بتقولوا اي كلام على فكره. يعني احنا عمرنا قلنا كلام مهم. بقول لك ايه الله يخرب بيتك انت بجد قعدتي تقولي لنا وين خفيف. طب هو خفيف على فكره. اخدت حاجه عندي. انت طفصه جدا. تولتي امنا. انت كويسه؟ انا تمام. هي كويسه. انتي كمان؟ ما وعدكيش بصراحة. ما انت يلا بقى ولا انتوا ليلتكوا ايه بالظبط؟ هنعمل ايه؟ صح يلا يلا خدي هاتي فرقتي يلا يلا. اي كنت مراهنة نفسي انك مش حد. متعودين نسهر مع بعض كل سنة في الجلالة، مش ممكن كنت أسيبك. أنا آسف يا هدينا، حقك عليا ما تزعليش. أنا مخنوقة. أنا كمان مخنوق. أنت كمان مخنوق؟ تيجي ندور لنا على حد يفك خناقتنا؟ هنلاقي؟ لا. وحشتني. انتي وحشتيني اكتر. صباح الخير. صباح النور. انت يومك عامل ازاي النهارده يا هانم؟ مفيش، عندي مشوار وبعد كده هطلع على الجاليري. مشوار ايه؟ الدكتور. مشوار ايه؟ الدكتور. تاني يا هديل؟ تاني؟ هو تضيع وقت وخلاص؟ هتروحي تعملي ايه؟ ما التحاليل دي عملناها 100 مرة وبنسمع نفس الكلام، نفس الكلام. انتوا الاتنين كويسين بس ربنا مش عايز يديكوا عيال دلوقتي. ربنا مش عايز. هقول لك ايه بس؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت عايزني اعمل ايه؟ انا مش عايز حاجة. انت حرة تروحي ما تروحيش مع نفسك. وبعدين انت عايزة ربنا يدينا عيال ازاي واحنا عايشين زي الاخوات مع بعض في البيت؟ بالمراسلة؟ لا بالشاتنج على النت. اه ده احنا هنفوق على بعض على الصبح. بقولك ايه انا غير في داهية. مع الف سلامة. مالك؟ ارفع ايه؟ هديل هانم قرفانة؟ لا احنا كده لازم نهدى ونقعد ونشرب سيجارتين. مش قادرة اتكلم. ما تتكلميش. مين قالك اني عايزاكي تتكلمي؟ تلاقيكي نفسك في الستاف بتاع امبارح مش عايزة تقولي. روقي. العيال سألوا عليكي على فكرة. هبة كلمتني وآية كمان. هم عاملين إيه؟ كويسين. عندهم مشاكل. مالكوا يا عيال؟ أنتوا بقيتوا عاملين كده ليه؟ ما كنتوش كده. فاكرة أول يوم جاتلك فيه البيريد؟ نعم في كده في كده. أمك قالتلك إيه؟
قالت لي ما تخافيش انت كده كبرتي. وانا كنت دايما بشوف الباد عندها جنب الميك اب، فالموضوع ارتبط بالنسبه لي هكبر واستخدم الحاجات دي. تسألي لي اصل في بنت معالجها عندها عقده من الدم وجات لها البيريد، تخيلي بقى. قولي لها ما تخافيش، قولي لها ان الموضوع ده بيحصل لما بتكبر وطبيعي انه يحصل، عشان لما تكبر تقدر تجيب بيبي. حلو الحجر اللي في ايد الدرع. المفروض انه بيجيب الحظ، بس الظهر انه مفعوله باظ. ايه الهبل ده يعني؟ الحظ جواك يا بنتي، بس كل حاجه في وقتها. زهقت من كل الكلام ده، مش قادره اسمعه اكتر من كده. انا بدور من اجيب بيبي علشان نفسي ابقى ام، بس انا مبقتش طايقه، مش طايقه سيف ولا هو طايق، وعايزه اجيب منه بيبي وكل حاجه عكس بعض. مشكلتك انك برج الجوزاء. روقي بقى يا هديل، انت لازم ترتبي حياتك الاول. علاقتك بجوزك مش مظبطه، لازم تظبطيها، وما ينفعش تتطلقه عشان انت وسيف اللي بينكم كبير جدا. انا ما رضيتش اتدخل امبارح وانت بتتكلمي قدام البنات عشان ما كنتش عايزه اتكلم قدامهم، بس انتي اللي في ايدك انك ترجعي جوزك وتظبطي علاقتكم. انتي يا هديل مش حد تاني. ها وانا مش هقولك ازاي عشان انتي اكيد عارفه. مش قادره، وهو مش عايز يساعدني. خلاص يبقى مش ذنبه. ذنبه الحاجات دي يا بنتي ما فيهاش كرامه. ابدأ انت عادي يعني، وبعدين سيجارتي اتطفت، هاتي نفس من عندك، دي كمان ما فيهاش كرامه على فكره، نفسين كمان. الله، ايه الذوق السيء ده؟ وايه الفينش الزباله ده؟ الشغل ده لازم يتعاد. فيهم ايه؟ فيهم ان حضرتك استخدمتي الاحجار من غير ما توضبيهم قبل ما تشتغلي، وفي ان الفنش كله باين ووحش سيء سيء. بس انا شايفه ان شكلهم كويس وما فيهمش حاجه. حضرتك تشوفي اللي انت عايزاه عندكم في بيتكم، انما هنا انا اللي اشوف، لان الشغل ده بيخرج من هنا تحت اسمي انا، يعني الفنش لازم يبقى بيرفكت، وده اللي بيفرق حد عن حد. دي وجهه نظرك. دينا لاخر مره هحذرك، لو سمحتي ما تخلطيش ان احنا اصحاب بانك هنا بتشتغلي عندي. اوكي براحتك. طبعا براحتي. تمام، وانا مش جايه هنا تاني. اللي انت عايزه تعمليه اعملي، بس قبل ما تمشي من هنا تعيدي لي الشغل الزباله بتاعك ده. ليه كده؟ اهدي يا دينا، في ايه؟ حاضر. معلش اعذريها، دينا عندها مشكلة كبيرة في البيت. يا ستي وانا مالي ومال بيتها؟ دينا حامل. وايه المشكلة في كده؟ متفقة مع جوزها يأجلوا الموضوع ده، ونسيت تاخد الدواء ودلوقتي حامل وعايزها تنزل البيبي، وطبعا هي مترددة. يا ستي وانا مالي ومال الكلام ده كله؟ الله، ما تعمل اللي تعمله،
انا ماشيه هديني، انا مش هخليها تمشي. اللي هي عايزة تعمله تعمله، المهم انها قبل ما تمشي من هنا تعيد القرف اللي هي عملته وبعد كده تعمل اللي هي عايزاه. قوليها ما تنزلش البيبي، ربنا هيسألها على اللي هي بتعمله ده. انت ليه ما روحتش الشغل؟ يا حبيبي شغل ايه دلوقتي هو ده وقته؟ سالفه نو ثانك يو، مش قادره، احنا لسه الظهر على فكره. واحنا بيفرق معانا الصبح ولا ظهر ولا بالليل؟ واحنا بنعتب. سيف معلش النهارده كان يوم وحش قوي. يا حبيبتي لو مفيش مزاج نجيب المزاج، سيبك بقى من ام الشغل ده بليز. طب ممكن نخليها بالليل؟ احنا بقينا بالليل خلاص. لا على طول كده، مش فاهمني، مش معقول يا سيف. يا حبيبي ده انا عامل لك احلى مود. بقول لك مش طايقه نفسي، مش كده. في ايه يا هديل؟ في ايه مالك؟ مولع لك شمع ومشغل لك مزيكا ولابس لك سيجاره، ايه؟ اعمل لك ايه تاني؟ انا زهقت. وانت اللي فاكرني مكنه، كل ما هتعوزها هتدوس على الزرار تطلع لك زي فرع الغلوف. لا بجد، ده ايه التخلف ده؟ ثانك يو على ذوقك. بص يا هديل، انا مش جاي اتخانق يا حبيبتي. ساعديني علشان اساعدك، انا حاسس ان احنا بنبعد عن بعض. اساعدك ازاي بقى؟ اعمل ايه عشان اخليك تبطل تتفرج على افلام بور؟ انا عمري ما خنتك. وانت مفهوم الخيانه بالنسبه لك ايه؟ انك تجيب واحده تانية وتنام معاها غيري؟ اه هو ده مفهوم الخيانه، وانا عمري ما عملت كده. مفهوم الخيانه بالنسبه لي غير كده. يا ترى وانا في حضنك بتشوفني انا ولا بتشوف البنات اللي بتتفرج عليهم؟ ومين السبب في ده؟ مش انت اللي عملت الفطور ده في علاقتنا؟ انا صح. اه صح، انت اللي مش عايزه تتغيري ولا تغيري طريقتك ولا تحاولي تفكري ازاي تعمليه بشكل مختلف. تدلعيني، ترقصي لي، ولا حتى محسساني ان انت نفسك تبقي معايا في اي حته ولا اي مكان. انت اللي عايز واحده من الشارع، دي شغلتها، وانا مش كده، وانت عارف كده كويس. انت متخلفه، والله العظيم متخلفه وغبيه كمان. مال انك تبسطي جوزك ومال الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره الموضوع مش في النوم، الموضوع كله في الاحساس والمشاعر اللي قبل الموضوع ده. ما بلاش انت تتكلم في الموضوع ده، لانك عمرك ما فكرت تحطني في مود حلو، ولا عمرك فكرت انا مبسوطه ولا لا. انما انت مكنه ما بتفكرش غير في ده وبس، وعايز توصل ليه باي طريقه. انما انا عايزه، انا محتاجه، مش مهم. يا اخي ده انا سلمت لك نفسي قبل الجواز، عايزني اعمل ايه تاني؟ ومالي اللي انا بقوله باللي انت بتقوليه ده؟ انا ضحيت وانا اتجوزتك، ما بعتكيش، ما تخليتش عندك ولا بعتك. هو انت كنت ممكن كمان تتخلى عني؟ هديل هديل حبيبتي، انا بعمل كل ده علشان ننبسط مع بعض. انت مش كنت عايزه تخلفي؟ مش نفسك تخلفي؟ بالنسبه لموضوع الانبساط فده عندك انت لما تبقى تغير طريقه تفكيرك. اما بالنسبه للعيال، ما اعتقدش ان ربنا ممكن يدينا اولاد طول ما انت غرقان في النجاسه بتاعتك. تصدقي يا هديل، انا استاهل ضرب الجزمه انا واقف بتكلم معاكي. انت ما تستاهليش حتى ان انا واقف اتكلم معاكي. انا حمار اني حبيت ارضيكي. اوعي. يا بنتي مش عايزه اقول لك انا بقالي قد ايه ما لعبتش اللعبه دي، من زمان قوي. ما عندكيش بني؟ غامق كده. اه بعمل البحر. ماشي مالك؟ انا مركزه. بقول لك ايه، مفيش عندك الاصفر في الاورنج مع بعض؟ هاتيلي البحر. هو انا كل ما اطلب منك حاجه تقولي هاتيلي حاجه؟ يا شيخه اعملي ايه؟ ثانيه واحده، انت غريبه قوي. بقالي كتير ما لعبتهاش. هو في حاجه اسمها لايقين؟ الو هاي سارة، ازيك؟ معلش سارة، صحتك من النوم ولا ايه؟ لا ابدا، انا ما بنامش دلوقتي. ها احنا ايه الاخبار؟ تمام طبعا، كان في شويه عند في الاول، بس بالنسبه لاول مقابله تمام. طبعا يعني اطمن، انا بحاول اطمن. بالنسبه لاول مكالمه، بس في حاجه عايزه اطلبها منك يا حسين. انت لازم تحاول تشوفها اكتر من كده. كل يوم بترجع بالليل بتكون نايم. اه طبعا، اوعدك ان انا هحاول. يا ريت.
طب ساره انت مواعيدك ايه معاها اليومين دول؟ هشوفها بكره، بس في شويه حاجات كنت عايزه اقولها لك. لازم في الاول هنبدا بحاجات كده. شور ساره انا واثق فيكي ومتاكد ان انت هتساعدي هنا. اعملي اللي انت شايفاه صح وانا معاكي. اوكي اتفق. يلا ميرسي يا ساره، باي. الو حسام، الو في بحر قلبنا هو بعدين عامل الشط ازرق فاتح يعني متي على ابيض. لا ايه ده، راجل غريب جدا قفل السكه في وشي كانه كهرب. مين ده؟ ابو بنت بعليكها. امور؟ يا اختي امور. طب ليه بقى هو اللي بيكلمك مش المدام بتاعته؟ عشان المدام بتاعته متوفيه. يا حرام. بت انتي في ايه؟ دي مش حكايه تركيز بقى، مالك ساكته كده؟ الله، مش كنت بتتكلمي في التليفون عايزاني اعمل لك ايه؟ اهو مرقص. بقول لكم ايه؟ انا امبارح اخويا سالني سؤال معرفتش اجاوب عليه. ايه؟ قال لي هو عماد خطيبك نمطي؟ انا ما فهمتش يعني ايه نمطي، بس انا قلت له لا، بس لما عماد كلمني في التليفون عرفت ان عماد نمطي. طب وانت عارفه يعني ايه نمطي؟ لا. نمطي يا ستي يعني شخص ماشي على سيستم طول الوقت، يرجع من الشغل يتغدى يخش ينام يصحى يشرب خلاص الشاي. يا سو انا عرفت عماد نمطي. بس في ستات بتحب كده على فكره. بس انا مش عايزه كده، انا عايزه اتجنن. بعدين لو طلع نمطي في الموضوع ده تبقى كارثه، انا مش هبقى مبسوطه بصراحه يعني. لا هو اكيد هيطلع نمطي في الموضوع ده، بس الدور والباقي بقى عليك انت. انت المفروض تخليه يفك، وطبعا انت فضيحه ومالكيش في الكلام ده خالص. ايه ده مين قال لك اني ماليش؟ مين قال لك؟ مين انت اللي قلتي؟ لا انا يوم عيد ميلادك قلت كل حاجه وليها وقت، انما انا انا عاديه يعني زي كل البنات. بس في ايه عاديه يعني؟ اوعي يا بنتي يكون عندك كبت. احتمال كبير يبقى عندي كبت. طب بمناسبه ان انت ساكته بقى وقاعده لنا على السايلنت، هسالك سؤال وتجاوبي تقولي ولا لا. اوكي. هو سيف نمطي؟ شكرا. كل الرجاله كده، يخلص الهانيمون هتلاقيه تحول. لا 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 لا، ابوس ايدك ما تلخبطيليش البنت، احنا ما صدقنا نعرف انها طبيعيه وليها في الحاجات دي. وبقى انت قاعده ساكته وساعه ما تتكلمي تقولي كده. الله، مش دي هي الحقيقه؟ ما تصدقيهاش، دي الحقيقه بتاعتها هي عشان هي فاشله. اصل هديل عندها خلط، هي فاكره انها لما تلبس لجوزها حاجه كده ولا كده ولا تعمل له مساج مثلا تتدلع عليه يعني هتكون ست قللت الادب. هي بقى مش عارفه ان الرجاله كلهم بيحبوا الحاجات دي، عشان كده هي فاشله. انا مش فاشله. في ايه يا هديل؟ انا بهزر. وبعدين انت مش متجوزه، لازم تعيشي التجربه علشان تحسي باللي انا بتكلم فيه. وعلى فكرة الجواز مش كل الموضوع ده. في ايه يا دوت؟ احنا بنتكلم عادي. في ايه؟ استني يا جان. في ايه هديل؟ انا مش متجوزة، بس انا بفهم جدا في العلاقات ما بين الناس، ويمكن علشان انا فعلا شايفة الموضوع من بره فانا شايفة احسن، علشان اللي بيبقى جوه الموضوع ما بيشوفش غير نفسه بس. الا الجواز يا سارة، لازم تخدي التجربة علشان تحسي باللي انا بقوله. لما تراقبي نظرات الراجل اللي انت عايشه معاه وتلاقيها كل يوم بتتغير هتزعلي. احنا كنا قبل كده بنخرج مع بعض، عمره ما كان بيبص على اي واحد حتى لو كانت احلى منه، لكن دلوقتي بيبص على اي واحد حتى لو كانت زبالة. حاسة انه جعان لدرجة بقرف منه. انا تعبانة. انا اسف على ايه بس؟ ما تزعلوش مني، سوري. ازعل منك ايه بس؟ انا اللي سوري بجد؟ انتوا قلقتوها دراما كده ليه؟ ما هو كله بسببك يا اختي وبسبب خطيبك النمطي. حكي بقى. بقول لك ايه، لما تلاقيه بيبص على واحده ثانيه انت كمان بصي على واحد. ايوه صح. ما بعرفش اعمل كده. لا لازم تعرفي عشان يحس على دمه.
طب انا يعني سؤال بسيط، انتوا ليه عايزين نتجوز بعد القرف اللي انا بسمعه؟ علشان احلى حاجه في الجواز انك تجيبي بيبي، هو ده اللي هيخليك تستحملي اي حاجه. هدير انت ازاي عايزه تخلفي مني وانت حاسه بتجاهه كل الحاجات دي؟ مش يمكن علشان كده ربنا مش عايز نجيب بيبي؟ في ايه يا هدير؟ انت ليه مكبره الموضوع كده؟ سيف مش وحش للدرجه دي على فكره، وانتوا الاثنين بتحبوا بعض، انت بس اللي محتاجه تغيري في نفسك شويه حاجات. في فطور رهيب لدرجه اني مش عارفه اتحرك. خلاص يا رحيم ماشي، عشان خاطر تعالي نكمل اللعبه دي عشان انا متضايقه قوي انك بوظتيها. المره الجايه هجيب لك واحده اكبر منها. يلا يلا يا ماما يلا. بس المره دي انا هاخد ده. بس انت جايبه صغيره قوي. ما انا قلت لك هجيب لك بقى كبير المره دي. ما هي البتاعه دي مش هتعمل. يا ما نفسي اصحى الصبح الاقيك عامل لي الفطار. اتنين بيض سامي سايد اب، اتنين بانكيك. واخد لي بالك انت؟ ولما انا اعمل لك الفطار انت هتصحي تعملي ايه؟ تاكلي كده على الجاهز؟ يعني ايه؟ الفطار جاهز اهو، خش دوسي. ما انا ما باكلش فول على الصبح، قولوني بيتضخم. والله احسن برضه، حبه الفول دول يا دوب على قدي. خش انت بقى المطبخ اعملي الفطار اللي على مزاجك. مفيش فايدة على ايه؟ نعم؟ عن اذنك. والله حلو الفول. عفوا يا كويس وحشتني. انت كمان. ايه؟ لسه بتعمل صوان ولا ازيك يا انا كويس، انت وحشتني موت. وانت كمان. فاكرين الواد ده كان نزل زمان ازاي؟ كان بارد بارد. بارد رخم، ما كانش فيه رخم غيركم على فكره. يا ساتر. ما عدا البت ايه والبت هبه. حبيبي. سلام. امال هي فين؟ هبه عندها شغل. يا شغل. طب انا في البوفيه. يا ولاد. هتعملوا عقد ولا لا؟ لا يا ابونا مش هنعمل جبنيول. انا وجان متفقين على كده، اللي بنا اكيد اكبر من اي عقد. سامحني يا ابني انا كان لازم اسال، في ناس لازم يعملوا عقد، البيوت بقت كلها مشاكل وفي جوازات بتبوظ على اهون سبب. ربنا ما يجيب مشاكل يا ابونا. طيب قبل بقى ما نصلي على الشبكه انا عاوز اقول لكم كلمتين مهمين. الخطوبه يا ولاد اهم مرحله في العلاقة بين اتنين مقررين يتجوزوا. يعني ايه؟ يعني لازم تكونوا على حقيقتكم قدام بعض، مفيش كذب مفيش تمثيل، ولازم يكون لربنا وقت في حياتكم. يعني ما تبقاش الحياة كلها كده خروج وعزومات وخلاص. فاهم يا عماد؟ فاهم يا جان؟ ربنا بيقول يا أولاد إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون. يعني لازم تكونوا على حقيقتكم وتكونوا صرحة مع بعض، ولازم سلام المسيح يملى بيتكم. متفقين؟ لا اسمعها منكم يا ولاد. متفقين طبعا. دلوقتي بقى نقدر نصلي. الشرق منين يا ولاد؟ من هنا يا ابونا، الاتجاه كده. بسم الله الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. كيريا ليسون كيريا ليسون، يا رب ارحم يا رب بارك امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. الراجل ده بيقول كلام حلو قوي. ايوه ايوه، ازيك اصلا؟ ازيك انت اصلا؟ انت فين اصلا؟ مع اصحابي اصلا. اوكي، وانت لوحدك؟ جوزك مش معاكي؟ لا. انت فين؟ انا مستني مراتي في العربيه، هخرجها شويه هي والولاد. طب حلو، انجوي بقى، هكلمك فين. وانت كمان. آمين.
أو فرحان. صلي يا بنتي وخلي جوزك كمان يصلي معاكي. يا أولادي الحياة مع ربنا حلوة قوي. أنت عارف يا بونا أنا مسلمة. ما أنا عارف إنك مسلمة. تعرفي أنت بقى أنا حبايبي وأعز أصدقائي من قبل ما أبقى كاهن مسلمين، ولغاية النهاردة إحنا أصحاب وحبايب. إحنا كمان كده مع بعض بالظبط يا بونا. ربنا يديم المحبة دايما بينكم. ما تقولوا أمين. أمين يا رب. أمين. شايلني عريس. تفضل يا بونا. يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا ونبني طوبة طوبة فعجز حظنا صباح الخير. صباح النور. ايه ده انت كنت فين؟ ده انا كنت فاكره لسه نايمه جوه. صحيت من بدري ونزلت انا وزينب في مشوار مهم. ازيك يا زينب؟ ازيك يا استاذ؟ انت ليه وشك تعبان كده لون اصفر؟ فعلا كانت تعبانه علشان كده خدتها للدكتور بتاعي. انت ما صحتنيش ليه قبل ما تخرجي؟ ما اعرفش حسيت ممكن تكون تعبان من مشاوير امبارح. يا اهلا يا زينب. يا اهلا. الف سلام عليك. الله يسلمك. انت مش عايزه حاجه قبل ما اخرج؟ رايح فين؟ شويه مشاوير. هتتاخر؟ يعني على حسب الظروف. عن اذنكم. مرحبا. تعالي يا زينب. اقعدي بقى كده وركلسي خالص وقولي نفسك تفطري ايه؟ لا 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 ماليش نفس. ايه اللي ماليش نفس دي؟ لا لازم تاكلي، انت من امبارح صايمه وبعدين ابوكي كده ممكن يحس. مش قادره اقول صدقيني فعلا مش قادره. زينب عايزاكي تيجي على نفسك شويه. على الاقل علشان خاطر ابوكي وامك اللي بيخافوا عليكي وبيحبوكي. انت بتطمني بالكلام؟ بالعكس انا خايفه عليكي وما كنتش متصوره انك ممكن تتنازلي بالسهوله دي. حبيته. ايه حبيته دي يا زينب؟ طب اهو طلع واطي. كنتش عارفه ده يطلع كده. فين احساسك بالراجل اللي قدامك يا زينب؟ يا بنتي انا مش اتكلمت معاكي كتير. احساسي خدني. طب ممكن بقى تخلي بالك من احساسك احسن يخونك المره الجايه كمان. مفيش مره تانية خلاص. يعني ايه؟ انت صغيره وحلوه وبكره تنسي وان شاء الله هتحبي. استحاله. مفيش حاجه اسمها استحاله. طول ما انت عايزه يبقى ممكن يحصل، وخصوصا بعد العمليه اللي احنا لسه عاملينها دي. زعلانة منك وعليك يا زينة. تفتكر ربنا هيسامحني؟ مش عارفة بس أكيد لو مغلطتيش تاني هيسامحك. هتلاقي الحد اللي يستحقك وهيحبك وهيتجوزك. ساعتها هقوله على كل حاجة. تقولي له إيه يخرب بيتك؟ أمال إحنا كنا رحنا عملنا عملية ليه؟ انتي ان شاء الله اللي تبقي عايزه تتجوزيه تبعتيهولي، انا هقعد اتكلم معاه واشوف ايه النظام معاه ونخلص الموضوع، لاني لما سبتك لوحدك عكيت الدنيا. ليه اي راجل ليه ماضي ما بيعجبوش؟ حتى لو ابويا عارف ان الراجل اللي جاي يتجوزني ليه علاقات كتير ما عندوش اي مشكله. وبالعكس لا طبعا. ايه الفرق؟ انا غلط واحد. هند ازيك؟ اهلا وسهلا.
انا هديل مرات سيف صاحب محسن جوزك. ازيك يا مدام؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله، بس ما بلاش بقى مدام دي عشان نعرف نبقى اصحاب. ماشي يا هديل. باختصار انا دخت على ما جبت نمرتك، وجوزي كل يوم والتاني بره، واما اساله انت فين يقولي مع محسن جوزك. وانا نفس الكلام، انت فين يا محسن؟ انا مع سيف. الاحتياط واجب، ومتهيالي ان احنا لازم نكون على اتصال ببعض. طبعا طبعا، ده انا كنت عايزه نمرتك من فتره برضه. عموما نمرتي اللي ظهرت عندك، يا ريت تسيفت ونبقى على اتصال ببعض. ولازم نتقابل كمان، ده انا مبسوطه جدا انك كلمتيني. وانا كمان مبسوطه. ميرسي يا هند، هنتقابل قريب. طبعا هشوفك قريب. اوكي يا حبيبتي، باي. ماشي يا سيف، اما بشوف اخرتها معاك. تعرفي انك بتفكريني بنفسي اول مره خرجت مع واحده ست غير مراتي؟ كنت قاعد زيك كده بالظبط، لاني كنت فاكر ان انا بعمل حاجه غلط. بس احنا بنعمل حاجه غلط. ليه بتقولي كده؟ انت ممكن تقابلي اي راجل في اي وقت في شغلك، ايه الغلط في كده؟ بس احنا ما بنتكلمش في شغل، ولو كان في بينا شغل كان المفروض نقعد نتكلم في المكتب. هدي السؤال المهم، هو انا عايز منك ايه اصلا؟ انا قلت لك قبل كده ان انا بحب مراتي، وانتي بنفسك قلتي لي انك بتحبي جوزك، صح؟ صح. شوفي، هو في ناس كتير قوي بيعتقدوا انه ما ينفعش يكون في علاقه صداقه بريئه بين راجل وست متجوزين. انا شايف ان الكلام ده فيه مغالطه او فيه تعميم. يعني انا وانتي مثلا اصدقاء، انا اقسم لك بالله انا مش عايز منك اي حاجه غير ان احنا نتكلم، وعارف كويس جدا انك متوقعه مني نفس الحكايه، مجرد ان احنا نتكلم. ايوه، بس انا اللي مضايقني لاني امبارح كنت في حضن سيف، والنهارده مع راجل تاني. انت ليه شايفاها كده؟ قولي لي هديل، هو انت بتتفرجي على مسلسلات تركي كتير في التلفزيون؟ جامد. بس انا فعلا عمري ما خبيت عنه حاجه. انا شايف انك بتبالغي شويه او اوفر. يعني ليه؟ لانه من خبرتي في الجواز مثلا، احيان كتير بنحتاج ان احنا نخبي حاجات عن بعض. بس انا عمري ما خبيت حاجه عن سيف، وبعدين ما ينفعش تعمم في حاجه زي دي. فعلا عندك حق، بس تفتكري هو سيف او مراتي ممكن يستوعبوا الصداقه اللي بينا دي اصلا؟ لا طبعا، اذا كنت انا اصلا مش مستوعباها. انت ليه بتقول اصلا كتير؟ تعرفي انك اول حد في الدنيا يقولي ان انا بستعمل الكلمه دي كتير؟ انا فعلا بستعملها كتير جدا اصلا بقى. اصلا هديل، بجد عندي سؤال مهم وعايز الاجابه من قلبك. يعني بصراحه، انت من الناس اللي بيعتقدوا انه ينفع يكون في علاقه صداقه بريئه بين راجل وست متجوزين، ولا من الناس اللي بيقولوا عكس كده؟ بصراحه انا لا اعتقد. أنا لا أعتقد إنه سليم. إيه اللي بيخليكي تقولي كده يعني؟ ما بتحتاجيش تقعدي تتكلمي مع حد وتدردشي معاه زي ما إحنا بنقعد نتكلم وندردش مع بعض؟ عندي صحاب كتير ممكن يسمعوني، لكن عارف؟ كلام الست للست يفرق كتير عن كلام الست للراجل، حتى لو كنا بنقول نفس الكلام. صحيح، ما جربتيش قبل كده انك تتكلمي مع صاحباتك عن الصداقه اللي بينا؟ حكيت لهم، بس يعني مش كل حاجه، لان هو فيهم يستوعب وفيهم ما يستوعبش. فاهمك. مش عارف يعني، بس حكيت لهم اصلا. فعلا؟ اصلا. Thank you.
فين دي؟ انا زهقت من الطريقه دي على فكره يا هدين. الناس تقول صباح الخير صباح النور، مش انت فين؟ ها خلصت؟ ايوه خلصت. انت فين بقى؟ في الورشه يا هدين. هكون فين؟ يا سلام. ثانيه واحده ثانيه واحده. ارتحتي؟ خلاص؟ يعني انا مش فاهم، يعني انت بتغيري عليا وانت مطلعه عيني ومطلعه روحي ومنيماني على الكنبه، في ايه يعني؟ حبيبي انا ما بغيرش عليك، انا كل اللي يهمني كرامتي، فلو فكرت انك تجرحها. انت عارفه احلى حاجه قلتيها ايه يا هديل؟ حبيبي. سلام يا سيف. هديل انت خايفه ان انا اخونك؟ ما هو عشان لو انت خنتني هتبقى علشان عينك الفارغه يا ضعيف، مش عشان انا ينقصني حاجه. يا حبيبتي اللي انا اعرفه الخيانه دي لما اكون بعمل معاكي حاجه واعملها مع غيرك، طالما ما بعملش معاكي الحاجه دي وبعملها مع غيرك ما تبقاش خيانه خالص. الكلام ده عند الحاجه الماما بتاعتك. بطلي قله ادب. يلا خلاص بقى اقفل. انت اللي متصله على فكره. اوكي يلا. يا هديل على فكره انا احتمال ابات في الورشه النهارده. ليه بقى ان شاء الله؟ عندي شغل كتير. يعني مش مع محسن؟ محسن ايه يا بنتي؟ بقولك عندي شغل في الورشه. خلاص كلمني برضو. ماشي يا هديل. اوكي باي. ماشي يا سيف ماشي. الو ايه يا سيف انت فين؟ ايه حكايه انت فين؟ كل واحد يكلمني يقول لي انت فين. هو عشان اختفيت شويه يعني امبارح كنت في البيت يا انجي؟ لا بدل في البيت يبقى تمام كده. قولي بس اخبار صحتك ايه يا بنتي؟ انا كويس مفيش حاجه تطمني. تفوت تطمني عليه، هو اللي اتدغدغ. هو كلمك ولا ايه؟ كلمني، قال لي ان هو مسافر ولما يرجع ان شاء الله قال هيسيبني افكر عشان قلقين اتجوز. جواز تاني؟ هو الراجل ده بيحسش مفيش كرامه خالص؟ انا بقول له ما عندكش كرامه، يقول لي لا مفيش كرامه في الحب، المهم بس ان انا فهمته العلاقه اللي بيني وبينك عشان ما ياذيكش ولا يعمل لك حاجه مش كويسه. ياذي مين يا ماما؟ هو بعد العلقه اللي خدها دي هيقرب مني تاني؟ وبعدين تقولي له ليه على علاقتنا؟ هو ماله؟ تتكلمي ليه اصلا؟ لا انت فيك اللي مكفيك يا سيف، انا مش عايزه يحصل مشاكل اكتر من كده. سيبك من الكلام ده انجي، انت بتعملي ايه؟ انا كنت بشتري لابتوب وكده. قولي انت فين؟ انا في الورشه عندي شغل. طب هشوفك بالليل. مش عارف، بص انا احتمال ابيت في الورشه عندي شغل كتير. طيب خلاص يبقى كلمني بقى. اوكي يا حبيبي باي باي. باي باي. انت عبد الله؟ ايه ده عزه حافظ؟ احلفي هاني. انت كمان عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت فين؟ طيب؟ انا اتجوزت وسافرت وكده يعني مشاكل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. تعمل ايه في حياتك دلوقتي؟ ولا حاجه، كنت بشتغل في الامارات ولسه راجعه، لسه بشوف بقى هعمل ايه. طب كويس، لسه بتكتبي؟ طب قولي لي انت فاضيه دلوقتي؟ فاضيه. طب ايه رايك اعزمك على كوفي نتكلم شويه؟ طيب خلاص. نتكلم مين يعني؟ مين احنا نتكلم؟ يا بنتي انت مستعجله كده ليه؟ هتعرفي كل حاجه. كنت لسه في سيرتك وهقول لك انا كنت في سيرتك مع مين. طيب خلاص يلا بينا. يلا بينا. قولي لي بقى اتجوزتي ولا؟ اتجوزت وطلقت. بصره. بصره حلوه قوي. سيف سيف اصحى. ايه ايه في ايه؟ ايه اللي ايه في ايه؟ حضرتك نسيت الفيلم بتاعك شغال ونمت. اعمل لك ايه بس؟ ما انا قاعد طول النهار لوحدي في البيت زهقت. زهقت؟ وانا كمان يا اخي زهقت منك. هديل من فضلك انا مش عايز اتخانق. بعدين والله العظيم انا ماليش غيرك في الدنيا. انت بتشتغلني ولا بتشتغل نفسك؟ بطل بقى القرف اللي انت عايش فيه ده. طب ليه بتغلطي في الكلام؟ علشان مفيش حاجه بشوفها الا غلط. انت السبب. وبعدين انا والله ما خنتك ولا يوم في حياتي خنتك. مجرد انك تتفرج على واحده وتعجبك وتتخيل نفسك معاها بالنسبه لي دي خيانه. ده كلام ما يرضيش ربنا. ويرضي ربنا انك تتفرج على افلام بورن وانت راجل متجوز؟ ايوه ما انا راجل متجوز وانت مانعه نفسك عني. عايزاني اعمل ايه؟ دي ابسط حاجه اعملها. وانا قلتها لك قبل كده كتير، كنت بتبقى نايم معايا وبتخلص وبتقوم تتفرج على افلام. انت مريض يا سيف، يو هاف تو فيس ات، مريض.
انا لو كنت بعمل كده وبتفرج ده عشان انا مش عايز اخونك. بعدين انت ممكن تساعديني، فكري ازاي تخليني ما اتفرجش على الافلام دي. وقلت لك قبل كده انت عايز واحده من الشارع تعمل اللي انت عايزه، وانا مش طريقتي دي، وانت عارف كده كويس. ده برضو كلام ما يرضيش ربنا. وانت ما حببتنيش في اي حاجه عايزها، انت بالنسبه لك الموضوع اداء واجب. انا كنت ببقى في حضنك وبتخلص وبتديني ظهرك وتنام. بلاش اتكلم، في كلام كتير ممكن يجرح. ومين السبب في ده؟ وبعدين يا هديل انا عمري ما خنتك، عشان بحبك. اقول لك على حاجه تعملها، سيبني سيبني ودور على واحده تانية تساعدك. ما اقدرش، لو سبتيني اموت لاني بجد بحبك، والله العظيم بحبك. انت حبك جوايا زي الادمان، ما اقدرش ابعد عنه. ده انا حتى لو حاولت اخونك مش هعرف، انا بحبك جدا. بحبك قوي قوي. هي في الوضع ده تبقى فائت؟ لا. انتي بتسأليني انا؟ مش انتي اللي جبتينا للكارثه الدكتور بتاعك ده؟ حبيبتي انت كويسه؟ انا قلت خلت بقى الفتره، مش عارفه اني على اهبل الدكتور. الدكتور ده مش اهبل، أراهن الدكتور ده مجنون، تعالج وعينوه هنا. كويسة؟ هي كده مبسوطة ولا موجوعة ولا مالها؟ مش عارفة. إيه السؤال الغبي ده؟ ما أنا مش فاهمة. سارة عايزة معانا؟ عايزة مية صح؟ لا مش هينفع مية دلوقتي، أنتِ سامعانا؟ أنتِ كويسة؟ في حاجة وجعاكي؟ طب يعني إيه في حاجة وجعاكي؟ مش هينفع عملية الغباء ده؟ أكيد. طب يا حبيبتي أنتِ عايزة إيه؟ عايزة إيه يا حبيبتي؟ قولي. أدهم. أدهم؟ أدهم ده مين؟ العيلة الزبالة اللي عملت فيها كده. هو انت كنت عارفه اسمه؟ لا. تعرفيه اصلا؟ حد يعرف حد اسمه ادهم؟ لا 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 يا ممكن. عايزه تخلي ابني واحده صاحبتي اسمه ادهم، وهي تعرف مين ابن صاحبتي الصغير. لا 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 هي ممكن كانت عايزه تخلي البيبي. ساره مين ادهم؟ مين ادهم؟ دوشه قوي. مين؟ ساره انتوا دوشه قوي. الشيخ اسكتي، هو قال لي صوتي يا ساره، ما تسيبي بقى وخلصي. انت عامله عمليه يا شيخ اسكتي بقى. ده انت غبيه، ده انت غريبه يا عم. يا سارة ما تصحي بس. السلام عليكم عم الشيخ. احنا هنتريق؟ ايدي يعني انا مش فاهمك. اتفرج على افلام مش عاجبك، امسك سبحه واذكر ربنا مش عاجبك، عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ايوه ما هو اللي بيسبح وبيذكر ربنا ما بيقعدش يتفرج على الافلام القرف بتاعتك، ويقعد يشرب حشيش بتاعك ده والقرف اللي انت فيه. ايه القرف ده؟ وبعدين تمسك لي سبحه؟ يا عم روح. وهو انا بعمل كده دلوقتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن تسيبيني في حالي ومالكيش دعوه بيا خالص؟ صحيح على رأيك، أنا مالي؟ ما تعمل اللي تعمله، ياكش تولع. أنت رايحة فين؟ نعم؟ رايحة فين؟ أنا رايحة لأصحابي. أنت خارج؟ أيوه. أنا هروح الجامع هحضر درس وأخلص وأرجع البيت على طول. سبحانك يا رب، قادر على كل شيء. احنا هنتريق تاني؟ لا والله ابدا، ربنا ان شاء الله يهديك يا سيف. السلام عليكم. ويهديك يا هديل. وعليكم السلام ورحمه الله. مالك يا ست؟ تكلمي مين وعامله كده ليه؟ يما جوزي ما بيردش، مش فاهمه.
طيب هو فين يعني؟ في الجامع. انت غريبه. لا عجيبه بجد. عايزه الراجل يرد عليكي في الجامع ازاي يعني؟ لا ثانيه واحده، انا مش قادره اصدق اللي بسمعه. سيف بيصلي في الجامع؟ اه يا ساره، وده بقى اللي مجنني ومش قادره افهمه. عادي يعني، يا عيني الواد ما لقاش طريقه من كتر ما انت قرفاه في عيشته. تلاقي الواد ربنا هداه كده بصراحه. انت اتعلمي العفه يا كبدي يا ابني. فطبعا الواد زهد في الدنيا منك، قال لك مفيش اي فايده غير في الاخر. اصلي بقى ربنا هدوله. ايه ده يعني؟ ممكن ينتحر ولا ايه؟ اه عادي جدا طبعا. هدوله عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ما فكرتيش مره تدلعي جوزك؟ اه يعني ايه؟ لا على فكره الموضوع مش هزار. اه ما فكرتيش تغيري من طريقتك شويه؟ مالها طريقتي؟ ده انا فله. لا فله سيفو، ايد وجعاني ومش عارفه فيها ايه. شوف حبيبي. مالك يا روح؟ مالك يا قلبي عيني؟ واوا بص الواوا حياتي. انا اموت انا. سلام يا استاذه. يا سلام. بس بصراحه هيفاء متفوقه في الحته دي عنك، بتقولها احلى كتير. بصها لي يا حبيبي عشان تخاف. حياتي انا. يا سلام. بقولك ايه يا سيف؟ نعم يا قلبي. انا عايزه اتبسط النهارده. انت مش عايز تتبسط؟ اموت انا اتبسط. اتبسط طبعا اتبسط. وماله؟ شفتي؟ شفتي الستات؟ مش انا هي. شفتي الستات الكمل؟ شفتي جمال يا ماما؟ راجل كده محتاج واحده تتدلع، تتسهوك، تتشقلب، هتلاقيه فك في ايدك على طول بقى ملبن. اه امال امال انتي ايه يا روحي؟ فلكسبل. طبعا وانتي يا عم الفلكسبل بقى. انا عايزه افهمك حاجه مهمه. انا دي طريقتي ومش هغيرها. ومصره. عارفه ليه؟ لاني اتربيت على كده ومعرفش اعمل غير كده. انتي بقى اتغيرتي ولا خطيبك هو اللي اتغير عشان خاطر حضرتك؟ طبعا هو اتغير عشان خاطرك. عارفه ليه؟ لانك اتربيتي على انك تكوني نمبر 1 وما تعرفيش تبقي نمبر 2. This is it. You have to face it honey. انت كويسه؟ انا تمام. وانا تمام. دودو مين قال لك ان جان صح؟ نعم. بعدين جان مخطوبه وانت متجوزه. يا سلام. يعني ايه؟ يعني ما تكرهيش جوزك في عيشته لو سمحتي. يا بنتي انا بعمل له ايه علشان اكرهه في عيشته؟ طيب انا عايزه اقول لك حاجه. بصي حياتي، احنا اصحاب ممكن نستحمل بعض، لكن الراجل مش هيستحمل طريقتك دي. يعني ممكن بجد حقيقي يطفش ليترلي. ليه يا جماعه؟ مالها طريقتي؟ ده انا نسمه. نسمه جدا. بلاش اتكلم بقى. ليه يا حبيبتي؟ اتكلمي براحتك مفيش مشاكل. هديل. نعم. لما شتمتيني ونزلتي تاني انت يا هبله، انت اللي شتمتي روحك. بس انا قلت اوكي. بس اني واي انا اسفه. اوكي لما انا ثانيه واحده. اوكي عايزين الحوار شويه. انت شويه انت معلش احنا ما تدخلنيش. انا بس عايزه اقول لها حاجه مهمه. اتفضلي يا استاذ. لما انا شتمت نفسي. ايوه. وانت رجعتي شتمتيني نفس الشتيمه. لا انا ابتسمت. اوكي ابتسمتي وافقتي على الشتيمه. يا هديل ونزلتي. حتى لو ما كنتيش اعتذرتي انا كنت هسامحك عشان احنا اصحاب. يا عيني. اه والله انا قلبي كبير وبحبك صاحبتي. جوزك لا مش هيسامحك ابدا عشان انت ست غلطه. انا غلطه؟ لا 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 انا غلطه. ما تقصدش ما تقصدش. انا ده انت فله. غلطت ايه؟ لا انا اقصد يا دي النيله. ايوه انت غلطه يا دي. بصي انت صاحبتي بجد وبحبك. عايزه انصحك نصيحه. انت اللي بايدك انك تخلي جوزك ده خاتم في صباعك، وانت اللي بايدك برضو ان انت تطفشيه وتكرهيه في عيشته زي ما بتعملي كده بالظبط يا هزيل. او ممكن اقلعه وارميه خالص. خالص. اه مثلا. مثلا. وبعدين عصبتوني وانا بتضايق. اما اتعصب بالليل بتخنق، فمضطر امشي واسيبكم. ده انتوا نيله، انتوا الثلاثه نيله. ليه كده؟ اهو كده. اسكتي. خلاص مع السلامه. يا ساتر. خدي بالك من نفسك. اخرس يا بنت. على فكره دي مجنونه رسمي. مش هتتغير. لا عادي يا جماعه، انتوا مستغربين ليه؟ هزيل هزيل طول عمرها هتفضل هزيل. بصراحة أنا لو مكان جوزها هبص جدا بره. طبعا جداً. طبعا ده مش يبص بره، ده يبص بره وبره وبره بره اللي بره. ايه بره اللي بره دي؟ معرفش هي مين مين بره أكتر من بره؟ ركزتني يعني. أكتر حاجة بره. أكتر بره. بص كوكب تاني يا ستي. مش طبيعية، مجنونة.
ما تيجوا نكلمها يعني اتسلى عليها شويه اشتغلت على شويه لما تقعد تشتم فينا هتتغير انا بتهزق كتير قوي ما الو اي حياتي انا بره الجامع مستنياك يا روحي يا ريت بقى تجيلي انت والمعتكفات اللي معاك بالمره انت مجنونه طبعا مش هيطلع لي من هنا معلش يا شيخ بس هطلع بره ومراتي هديها حاجه وهرجع على طول اتفضل استاذنك صدقتي ولا لسه شك؟ بس يا هديل انا بعمل كده عشان عايز اتغير انا حاسس ان انا بعدت عن ربنا كتير ادعي لي ان اتغير انت كمان لازم تتغيري بس انا فكرت لقيت ان الحل الوحيد لحياتنا وبيتنا انه ما تخربش ان احنا نقرب من ربنا ساعديني وبطلي تشك فيا انا هاجي بكره طيب معاك حاجة يعني تغير هدومك وتتحمى عشان تعتكف؟ أنا الحقيقة ما كنتش عامل حساب إن أنا هبات وبعدين الناس اللي جوه معايا في الجامعة ادوني فرشة أنا ماليها بس فرشة؟ ما عملتش حسابي ما جبتش هدوم طب أنا هروح أجيب لك هدوم بسرعة مفيش داعي ما تعبيش نفسك يعني إيه ما تعبش نفسي؟ هجيب لك هدوم بسرعة طيب خدي بالك من نفسك وأنت كمان الله. محمد رسول الله زوم اعتكاف بقى يا رب يا رب سبحانك يا رب يا أتوسل إليك يا رب ما تسيبنيش أتوسل إليك يا رب كتير جدا ليه طعمه مختلف ثانك يو يعني ايه يعني الواحد لما بيجتهد ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى بيخلي كل حاجه قدامه حلوه طب وليه ما تقولش علشان بقى لنا كتير قوي ما كناش مع بعض احنا بعد كده هنبقى مع بعض في كل حاجه هدي وما تبقيش بقى مضطريه تجري ورايا باللابتوب وتشوفيني فين لان ربنا هيبقى معايا في كل حته ساعديني ان انا اقرب من ربنا لازم تبقى انت اللي عايز تساعد نفسك الاول لان اخطائك كتير انا بغلط زي اي بني ادم بيغلط بس مفيش ولا مره من غلطاتي دي كان فيها خيانتك الغلط مفيش اسهل منه وكان قدامي كتير كان ممكن اتجوز كان ممكن اتجوز عرفي زي محسن صاحبي بس ما قدرتش لاني بحبك وانا كمان بحبك يمكن ده اللي مخلينا متمسكين ببعض
ربنا يديم علينا نعمة يا حبيبتي. بصي أنا شبعت، أنا هقوم أغسل إيدي قبل البرنامج ما يبتدي. ألو. أيوة، أنت فين؟ أنا في البيت. جوزك عامل إيه؟ كويس. محسن عندك؟ يا هديل، محسن اتغير خالص، بقى كويس قوي معايا، ما بقاش بيخرج مع سيف لأنه بقى عنده شغل. فلو جوزك بيقولك إنه بينزل مع محسن ما تصدقيش يا هديل. جوزك اتجوز عليك يا عرفي. إيه؟ أنت متأكدة؟ أيوة متأكدة، سيف لسه قايل لي. نهار أسود! اهدي شوية، هيحصل لك حاجة. يا هديل! أنا هقفل دلوقتي وأكلمك بعدين. برنامج جه ولا لسه؟ لسه يا حبيبي، بس يلا. باي باي باي. هيبتدي كده من غير ما نشوف بدايته. الله أكبر. سبحانك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب يا رب أنت الكريم، يا رب غفرت ذنوبنا وعصيناك كثيرا، ولكن يا ربنا لنا فيك رجاء أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا وتتقبلنا عندك يا رب مع من غفرت لهم. يا رب لا إله إلا أنت سبحانك القادر على كل شيء. اللهم إنا نسألك العفو والرضا يا رب. اللهم إنك أنت الواحد الأحد قادر على كل شيء يا رب، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. ارزقنا يا رب ووسع لنا أرزاقنا يا رب. أنا وهديل سنفتتي، وأنت القادر على كل شيء يا كريم. ارزقنا يا الله واعف عنا واغفر لنا. سبحانك أنت شبر بيعدي من هنا؟ لا. بصي، انا عايز اقول لك على موضوع مهم جدا جدا، ما استناش دقيقه. طب ما تقول. ما ينفعش حبيبي واحنا بعيد عن بعض كده، بقول لك سر ومهم. كلام يتنطور والحيطان ليها ودان. تعالي بس اقول لك. بقول لك ايه يا حبيبي؟ تيجي نشرب سيجارتين. والله يا حبيبي يعني الموقف اللي احنا فيه ده فعلا محتاج سيجارتين، بس تعرف ان انا بطلت بقى خلاص. عارفه انا كمان بطلت، بس انا كنت بهزر. انا عارف عيب انك كنت بتهزري، بس انا على فكره انا ممكن اهزر. طب احترم نفسك لو سمحت. الله، عيب كده؟ بلاش تهيج ووطي صوتك، الحيطان ليها ودان. بصي، العلم الحديث اثبت يقينا وفعليا ان المواضيع دي كلها تهري. هقول لك انا على حاجه مش هتصدقيها. انت قليل الادب جدا. طب اسمعي دي. تعالى انا بقى هقول لك نقطه احلى. اذا من الناس من يصل بطاعه الله الى كرامه الله، بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفي ناس يصلون بكرامة الله أولا إلى طاعة الله ثانيا. أنت مثلا أنت بشره ولله المثل الأعلى، واحد يطرق بابك عايز ياكل لقمة ولا حسنة ولا بتاع، أهو ده طرق فأخذ. وواحد أنت تأكله والله لازم تيجي تشرب عندنا وتجد.
خلاص يا زينب حاضر، هعدي عليكم بكره الصبح. ماشي يا قمر، باي باي. عملت لك شويه جروشرز تحفه، بس مش هيكفوا غير اسبوعين. حبيبتي وماله؟ ربنا يخليك ليه؟ ايه الجو ده؟ هو انا بقول لك كده عشان تقول لي ربنا يخليك ليه يا حبيبتي؟ حبيبي احنا الاثنين واحد. بموت فيكي والله. وانا كمان. بس اعمل حسابك هتعمل جروشرز كمان اسبوعين. بس ربنا يسهل. تعرف ان البنت زينب بتقول لي جالي زباين كتير قوي وطالبين اوردرات كتير، ولازم انزل الشغل من بكره عشان اعرف اسلمه. وماله حبيبتي، دي حاجه كويسه. شفت ربنا بيبعت لنا رزقنا ازاي؟ والله انا فعلا مبسوط وحاسس كده في طاقه. بقول لك ايه؟ طالما انت بقى هتسيبيني وتروحي الشغل وتتشغلي وزباين، ها؟ عايزك في كلمتين صغيرين كده نقعد مع بعض في الاوضه شويه. نفس الكلمتين؟ لا 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 لا، ده في كلام كتير جدا. ما انت كنت مهيس المره اللي فاتت وما قلتهمش صح. لا تعالي اوريكي بس انا بموت فيك ازاي، تعالي. حالي الان ليس كحالي اول ما بدات بالالتزام. خشوعي في الصلاه قل، قراءتي للقران قلت، وما صرت اتاثر كما كنت اتاثر بالسابق. تغير الحال. سيف هديل. ازيك يا روحي؟ عاملة ايه؟ مش كويس. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ يا ده الواحد بقاله كتير قوي ما نامش النوم ده. انت عارفة والله دي نعمة من ربنا، نعمة كبيرة قوي ان الواحد ينام كده من غير قلق. ايوه بس يعني ربنا ما قالناش نعمل كده. ما قالش ايه بالظبط؟ ما قالش ان احنا نسيب الشغل نقعد في البيت نصلي ونقرا قران ونسمع دروس دين. طبعا ده كويس جدا. طب عارف مره الرسول دخل المسجد، قول عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، لقى واحد قاعد بيتعبد، ساله انت مين بيعولك؟ قال له اخي. عارف الرسول قال له ايه؟ قول عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، قال له اخيك افضل منك. اشتغل بقى. هشتغل يا هديل، هشتغل، بس مش قادر انزل الشغل دلوقتي، وبعدين انا متوكل على ربنا. متوكل حاجه ومتواكل حاجه، والوضع اللي حضرتك فيه اسمه تواكل، تواكل. وبعدين مش كل ما هكلمك في الموضوع ده هتقول ان شاء الله ربنا هيبعت. هيبعت منين؟ ما هو لازم نشتغل علشان نبعت. وايه لازمه الكلام ده دلوقتي؟ ولا يعني عشان انت صرفت على البيت شويه كده؟ عموما انا اسفه، ما اقصدش، لكن انا كمان مبقاش معايا فلوس، في اوردرز كتير بقيت الغيها. ما تقلقيش، انا هتصرف، انا هتصرف. تتصرف ازاي يعني؟ ممكن ابيع الموتوسيكل ونصرف على البيت من ثمنه. انت بتحب الموتوسيكل ده جدا، هتبيعه علشان تصرف فلوسه؟ طب وبعد ما نصرف فلوسه هتبيع ايه تاني؟ طب عايزة نعمل ايه دلوقتي؟ تشتغل. حاضر، هشتغل، هشتغل، بس مش وقته، لسه ما جاش وقت ان انا اشتغل. سيف انت بقالك شهر ولا بتروح الشغل ولا بتروح الجامع، انت ما بقتش تخش الجامع غير يوم الجمعة بس. ادي انا مستريح كده، وبعدين انا قاعد في البيت بأدي الفرض بفرض وبقرا قرآن وبسمع دروس دين أكني في الجامع بالظبط. وبعدين أهم حاجة إن أنا ما بعملش حاجة تغضب ربنا. طب اشتغل. حاضر يا هديل، قلت هشتغل، حاضر. بقولك إيه؟ عايز إيه؟ سيف أنت بتزهقش؟ أزهق؟ حد يبقى جنبه القمر ده ويزهق؟ ده أنا باخد حقي منك تالت ومتلت، حقي اللي حرمتيني منه بقالك كتير. هو انا ليه حاسه انك بتنتقم مني؟ ده حب يا هبله. لا يا راجل. اه والله. بقول لك ايه؟ نعم. انت اخبار التحاليل ايه؟ اه برضه نعرف الجو فيه ايه؟ تصور كنت بفكر اروح النهارده. يا رب ارزقنا يا رب. يا رب. تعالي بقول لك، تعالي بس نترزق جوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
ايه ده؟ الموتوسيكل بعته؟ ودفعت ايجار الورشة ومرتبات الصنايعية وده اللي فاضل منه. ده كان عزيز عليك قوي. طب مش زعلان؟ يعني وبعدين انت مش كنت محتاجة فلوس؟ اديني اتصرفت. وبعدين ما تقعديش تقطميني ان انا بعت الموتوسيكل لاني اكيد ما كنتش عايز ابيعه. طب طالما ما كنتش عايز تبيعه مش كان احسن تنزل تشتغل؟ هديل انا ما صدقت ان ربنا هدانا، ارجوكي مش عايزه اتخانق. ولا انا كمان. طب انا مضطره اخد من الفلوس دي شويه علشان ادفع فلوس ايجار الجاليري. يا حبيبتي الفلوس كلها معاكي، خدي اللي انت عايزاه. ثانك يو. على فكره انت وحشتيني جدا. سيف مش قادره وتعبانه ومليش نفس. حبيبتي بقول لك وحشتيني. ايه يا سيف في ايه؟ انت بقيت اسوأ من الاول، مالك؟ خلاص 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 استهدي بالله وطي صوتك. استهديت؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. نغض البصر يا شيخ سيف. ايه غض البصر يعني؟ بعدين قلت لك من الاول انا مش عايز انزل، انت اللي اصريتي ان احنا نيجي. مفيش حاجه يعني، انا ما زعلتش. انا بقى زعلت. انا ابتديت اتضايق من طريقتك دي. انا عايزه اروح. يلا. على فكرة أنا كنت بتفرج على درس دين، درس حلو جدا يعني لازم تشوفيه. ما سألتكش كنت بتعمل إيه؟ أنت هتعملي إيه النهاردة؟ ولا حاجة، عندي كام مشوار وطلع بعد كده على الجاليري. يا ريت تسيب لي فلوس قبل ما تمشي. يا حبيبتي الفلوس في الدرج، خدي اللي أنت عايزاه. Thank you.
الحمد لله على السلامة يا بيه. ممكن أعرف كنت بايت فين؟ اطلعي بره يا هديل. مش طالعة ورد عليا، أنت كنت فين؟ وبتعمل إيه أصلاً؟ رايح في داهية، غير من وشك. آه، البيه شافني أشوفه طبعاً. ولا خلاص اتجوزت؟ أنت مالك؟ اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ أنا حر. إيه البجاحة والفجر اللي أنت بقيت فيهم دول؟ لم لسانك واحترمي نفسك يا هديل. احترم نفسك أنت الأول. أنت ست قليلة الأدب، والعيشة معاكي بقت تطهر، ولا حاجة نافعة معاكي. لا قرب من ربنا نافع، ولا صلاة نافع، ولا حاجة نافعة. أنت إيه؟ جواك شيطان؟ طب وأنت لما اتغيرت أنا عملت إيه؟ إيه؟ اتحجبتي؟ ده كان عشانك مش عشاني. لا يا بيه، عشانك أنت. اتحجبت وأنا مش مقتنعة، لكن قلت طالما بقيت أحسن أنا كمان ممكن أكون كويسة. دي حاجة ماليش فيها، دي حاجة بينك وبين ربنا، أنا مالي. طب وأنت عملت إيه بقربك لربنا؟ أنت مالك ومالي أنا عملت إيه؟ أنا حر، ومن هنا ورايح ما تدخليش في حياتي تاني خالص. دلوقتي انت حر، ما تدخلش بعد ما خلاص ما بقاش معايا فلوس. وانا كمان بقى معايا فلوس زيك بالظبط، وبعت الموتوسيكل وكله كان بإرادتك، ما حدش غصبك عليه. عندك حق، انا غلطانه اني وقفت جنبك. كرهتني في كل حاجه حلوه بعملها. ايه الحلو اللي انت بتعمله بالظبط؟ بتاكل وتشرب وتنام معايا وتنام، هو ده كويس؟ انت بني ادم فاشل، فاشل في علاقتك بربنا، فاشل في شغلك، فاشل حتى في علاقتك بمراتك، فاشل. انت بتمد ايدك عليا؟ انا لو فاشل انا فاشل عشان انت معايا. انت ست فاشله، انت مش ست اصلا. حتى وانا نايم معاكي ببقى زهقان وطهقان لانك ست جهله. فوق كل ده انت عاقر، ما بتخلفيش يا هديل، وانا هتجوز، انا حر هتجوز، وهسيبك كده متعلقه زي الكلبه. طلقني يا سيف. مفيش طلاق، انا هسيبك كده متعلقه. يبقى تمشي تطلع بره وما تدخلش البيت ده تاني. انت سامع؟ بيت يعني هتطلعيني من الجنه؟ اكشي يا ولع بيكي. مسكتيه الدهية. لا يا روحي، انت اللي عندي، فكرت امبارح طينه واتدلقتي فجاه. ليه كده؟ بتحصل كتير. كتير. قوليلي وراكي حاجه النهارده؟ عندي مشوار مهم عايزه اعمله، عايزه اطلع على الجاليري بعد كده. سارة، أنا مبقتش أعمل شغل. ليه كده يا دي؟ فشل وماشية ورا واحد ما يستاهلش. ياه، هدي الهانم بتعترف إنها غلطانة؟ ده القيامة هتقوم يا جدعان. بس ده في حد ذاته إنجاز، متزعليش على الغلط، أكيد هتتعلمي من الفترة اللي فاتت. أكيد. أنت عارفة إن أنا الفترة اللي فاتت عرفت حاجات عن ربنا ما كنتش أعرفها قبل كده. طب حلو، بس المهم تكون حاجات صح، عشان اللي بيتكلموا في الدين اليومين دول كتير قوي، ونصهم بيحط لك السم في العسل. بس أكيد أنا هعرف أميز بين ده وده. يا ريت يا دود. بس هو ما يستاهلش أي حاجة. حاولت أخليه يبقى كويس، معرفتش. لكن أنا علاقتي بربنا كويسة. أي نعم مش متدينة قوي، لكن براعي ضميري في حاجات كتير. انتي هتقولي لي والله احلى حاجه فيك انك يا ابيض يا اسود، ما عندكيش وسط. لكن هو ما يستاهلش حاجه. بقولك ايه يا هديل، محدش بيتحجب عشان يشجع حد،
ومحدش بيصلي عشان يعجب جوزه. الإنسان بيعمل ده عشان ربنا وبس، مش عشان حد تاني. قولي لي هتعملي ايه بعد الشغل؟ ليه؟ عايزه مني ايه؟ يا ساتر. الله 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 الله. انت اوعي. اول ما شفت اسمك على التليفون ما صدقتش. ايه قلت مش هتصل بيك تاني؟ انا كنت عارف انك هتتكلمي بس مش دلوقتي، يعني على الاقل اديت لك شهر كمان. يلا يا ستي مفيش مشكله. المهم قولي انت عامل ايه والولاد وكل حاجه؟ أنا كويس الحمد لله. وإنتي؟ عايشة. طب ده خبر كويس جدا في حد ذاته. أنا بقى ستي ابني كان في النادي امبارح سايق العجلة جنب السلم وقع دش دماغه وأخد غرزتين. يا حبيبي. طب هو عامل إيه دلوقتي؟ زي الجن. صمم يروح النادي تاني النهاردة يركب العجلة وكأنه ما خدش أي حاجة ولا كان في أي حاجة. معنس. مش عايز تسألني عن حاجة؟ لا يعني اختفيتي ليه؟ رجعتي تاني ليه؟ كده يعني هديل انتي مش محتاجة تقولي لي أي حاجة. أنا محتاجك إنك تكون جنبي الفترة دي كده يعني؟ مش فيزيك. هديل تعرفي انت بتفكريني بابني. غاوية تسوقي العجلة تنزلي مع السلم تقعي تاخدي غرزتين في دماغك وبعد كده تقومي تقفي تاني. تخيل طلعت ما بعرفش اركب عجل. بسيط. أعلمك تسوقي عجل. اوكي. يا اخي حلو قوي ان الواحد يرجع بعد يوم طويل من الشغل ياخد شاور يترمي على سريره ويسمع مزيكا ينام وقت ما هو عايز. حاسه ان حياتي رجعت من تاني. تنامي دلوقتي لسه بدري. ايه اللي بدري؟ انام انا حره. عارف انا قررت اصحى بكره بدري وهنزل اروح الجيم. ايوه كده. بقول لك ايه؟ طب ما انا ممكن اجي معاك الصبح بدري بعد ما اوصل الواد ابني المدرسه. ممكن ما تتاخرش. ها تصبحي على خير. وانت من خير. عايزه اقول لك اني بقيت بستمتع باي حاجه بعملها. اكل شرب لبس خروج حتى الشغل. هتفضلي كده؟ انا مبسوطه قوي كده. عارف لما تبقى في سبق وعمال بتجري تجري تجري ومش عارف انت بتجري ليه وفجاه ترتاح قوي؟ اهو ده سيف في حياتي كده. عايزه تقولي لي انك هتسيبي سيف؟ أنا سبته أوريدي. هتطلقي؟ كان أصعب قرار عندي إن أنا آخد القرار إني أبعد عنه. وأنا عملت كده. فبقى طبيعي جدا إن إحنا لازم نتطلق دلوقتي. مش يمكن هو مش عايز يعمل كده؟ لأ. سيف هيعمل اللي أنا عايزاه. وإيه اللي خلاكي متأكدة بالشكل ده؟ عشان أنا عارفاه. هديل من كلامك عن جوزك الراجل ده بيحبك. أنا عارف وأقدر أحس بالراجل إزاي. بصرف النظر بقى هو عايش إزاي بيعمل إيه في حياته الراجل ده بيحبك.
اولا انت مش زي سيف. سيف اناني جدا. انت مش اناني. مش عرفك. معرفش نظرتي يعني احساسي بيك كده. مش يمكن عشان احنا اصحاب انت حاسه كده، لكن لو كنت جوزك مثلا كنت هتحسي ان انا زي سيف اناني برضو؟ انت مش فاهم. سيف بيعوز كل حاجه في نفس الوقت. ومين مش عايز كل حاجه في نفس الوقت؟ مفيش راجل ما بيعوز كل حاجه في نفس الوقت. بدليل احنا الاثنين اصحاب اهو. لان انا محتاج صديقه ومراتي مش عارفه تعمل معايا كده. وانتي برضو نفس الحكايه. ممكن نغير كلام في الموضوع ده. انت عايز تبوظ لي مودي وهتسد نفسي ومش هكمل الساندوتش بتاعي. سوري سوري خلاص تعالي نغير الموضوع. فاكره اول مره قابلتك؟ كان علشان شغل فاكره؟ معرض الصين. ايوه بالظبط. من ساعتها اللي انا رحت سالت على الناس ديت، الناس بتوع الصين، ولا هم جم ولا المعرض اتعمل ولا اي حاجه حصلت. بس عرفتك. ذمتك مش احسن؟ طبعا احسن. خسرت مستقبلي وخسرت المعرض. كل ده عشان نبقى اصحاب. تشيرز. تشيرز. الله بتاعي دوري. دورها يا بنتي. الله معايا ولد. ميرسي يا هدي. التسعة لما يتحط عليها التسعة تبقى اسمها ايه؟ مصر يا اختي. يس. العبي. اها. ما تردي بقى. مين حسين ده؟ وانت مالك؟ اولا مالكيش دعوة. ثانيا حسين ده واحد بعمله. خلاص؟ ارتحتي؟ اخبار شغلك ايه انت؟ تمام الحمد لله. ايه هما زي ما بنسمع كده الممثلين بياخدوا الارقام دي ولا ده اي كلام؟ مش كل الممثلين طبعا، النجوم بس هما اللي بياخدوا اجور عليها. يعني بياخدوا كام؟ مليون؟ مليون؟ قولي 7 مليون. ليه ياما ليه؟ عشان المنتج ما بيقدرش يجي على النجوم، لكن بيجي على الناس الغلابه طبعا. وتلاقيهم طبعا كلهم معقدين نفسيا. ليه؟ ما هي الفلوس بتغير النفوس، كل واحد فيهم فاكر ان هو احسن واحد في العالم، ما بيطوش اصلا يشتغلوا مع بعض. ليه؟ يعني احنا الاربعه كده لو بقينا نجوم واتعرض علينا مسلسل لا يمكن نوافق نشتغل مع بعض. طب ليه؟ بيغيروا من بعض صح؟ بيغيروا بس نفسنا ما يعلم بيها الا ربنا. كل واحد فيهم بيعد الكلمه في المشهد وبيعد المشهد في المسلسل، وده اجره اكتر، لا ده اجره اكتر، انا اسمي محطوط فين؟ يوه مشاكل كتير. عشان كده ما تلاقيش فيه بطولات جماعيه وتلاقي كل المسلسلات بطل واحد. ليه؟ هو انت ما بتشوفيش في رمضان ماسوره مسلسلات وانفجرت وكلهم شبه بعض، مع انه اصلا شهر عبادة. فاكرين يا عيال لما كنا صغيرين وبنمثل مع بعض؟ يا ريتنا كملنا وطلعنا نجوم ولا حاجه وناخد 7 مليون. 7 مليون تخيلي. العبي يا حبيبتي ردي على التليفون، انا صدعت. يا اما اعملي سايلنت. طيب هرد. لا ايوه سكران ومش نايم، ولما يكون في ميعاد اكيد هكون فايق. معلش. هو انت ما عندكش اي كلمه غير معلش؟ ايه انا قلت معلش ما تزعليش. اتاسف. نعم زي ما سمعت اتاسف. انا نيلة اسف. لا علي صوتك ما سمعتش. اسف خلاص بقى. شوفي عايزه نتنقل، قصدي نتقابل امتى؟ بكره. هنتنقل بكره بعد الظهر الساعة 5. وليه مش الصبح؟ عندي مواعيد. هتتنقل بكره الساعة 5. ليه؟ مش عارفه. يلا نكمل لعب. يا حراميه الكوتشينه يا زباله. انا ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. بص في ورقك وانت بتتكلمي في التليفون. كدابه والله. كدابه. حصل يا ايه؟ انا قولي لها. انا يا هديل. حصل. البت دي حراميه. ايوه لازم تتعاقب بقى. استنوا ما اشوف المسج. وريني. هات. احلى الاوقات يا قمر السنين في كنين. ايه ده؟ بلدي قوي. بلدي.
صباح النور. مدام يسرى بعتها لحضرتك الملف ده. شكرا. قول لها ان انا هكلمها. لا طبعا. ايه رايك بقى؟ حلو قوي، تحفه. عشان بشتغل كده بنفس. نفس؟ وانت ايه بقى اللي فاتح نفسك في الايام السوداء اللي احنا فيها دي؟ لما يرجع هقولك. يرجع؟ هو مسافر؟ ايوه. يا دي النيله، وانت متاكده انه هيرجع ولا ايه؟ ما تتقمصيش يا زينب، مش كل ما اكلمك يا حبيبتي تتقمصي، انا لازم اسال. ما هو يعني ما انت منحوسه. انا مش زعلانه على فكره، بس صدقيني سيف ده سيف مين؟ سيف ايه؟ هو اسمه سيف؟ اه اسمه سيف. يا دي النيله يا دي النيله يا زينب، ما لقيتيش غير سيف؟ طب ده انا يعني اتمنى انه يطلع زي استاذ سيف كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ده ايه ده؟ انتي عامل لك شاي صح؟ انتي عايزة شاي؟ حالا وعامل لكم انتوا الاثنين شاي. اتفضل. وحشتيني يا ديل. هديل، انا جاي اقولك ان انا ما اتجوزتش ولا عمري فكرت ان اتجوز، ده اولا. ثانيا انا مش زعلان ومسامحك على اي حاجه قلتيها او عملتيها، وطالب منك انك تسامحيني. ايه اللي بيضحك في كلامي؟ طيب مبسوطه قوي انك سامحتني. ترياي انت ايه رايك؟ جريه هديل، وطي صوتك وكلمني زي ما انا بكلمك. طيرتي قوي هديل. خفيت. خفيت من ايه؟ انك لو كنت فاكر انك هتيجي وتصالحني والميه ترجع لمجاريها تبقى غلطان. انا حياتي بقت احلى وأكيد أنت كمان. أنا مش عايز أعيش معاك تاني. بس أنا ما أقدرش أعيش من غيرك يا هديل. أنا حياتي من غيرك ملهاش أي طعم. طلقني. إيه؟ مش سامعني؟ هقولها لك تاني. طلقني. في حد في حياتك يا هديل؟ ما بقاش من حقك تسألني سؤال زي ده. الكلام عزب صح. عزب مين؟ مدرب الجيم بيقول انك بتروحي كل يوم ومعاكي واحد. بتراقبني. اوكي. اولا اللي بيروح معايا الجيم ده صديق، مش أكتر ولا أقل. ثانيا أكيد هعرف حد، بس عارف إمتى؟ لما أخلص منك. عارف ليه؟ عشان أنا بعرف ربنا. تعرفي ربنا؟ هتشتغليني يا هديل؟ لآخر مرة هسمح لك تقول لي أي كلمة ممكن تجرحني. وأنا لآخر مرة بقول لك مش هطلقك. هخلعك. أنا جاي أصلح. أنا مش عايز البيت يتخرب يا هديل. يتخرب؟ اتخرب. أنت بس اللي عرفت متأخر.
أنا عملت كل حاجة ممكن أقدر أعملها علشان أنجح العلاقة دي وفشلت. ما عنديش حاجة تانية ممكن أقدمها. مش مهم يا هديل، أنا هقدر. أنا اتغيرت، أنا بقيت حاجة تانية دلوقتي. مش قادرة أصدقك. زمان قبل ما تقرب من ربنا كان نفسك تخون، ولما قربت منه بقيت عايز تتجوز عليا تاني. ايه؟ مش مالي عينك للدرجة دي؟ مين قال كده بس؟ مش عايز اسمع منك كلام. بس انا عايز اتكلم. تقدر تعيش مع واحدة انت مش مال يعنيها؟ انت ما بقيتش مال يعني. الحمد لله على سلامة أنكل. ألف سلامة عليه. الله يسلمك. تعبتوا نفسك وليه بس؟ انت يا بنت عبيطة، مش صحاب، لازم نقف جنب بعض. شفتي يا هديل؟ بين يوم وليلة هتبهدل كده. إن شاء الله هيكون كويس. هيبقى فيه إيه؟ إن شاء الله يا رب. يلوم. لا تعالوا، فين؟ أكيد تعبان وعايز يبقى مرتاح، وطنطا أكيد مش نايمة، وسيبيهم براحتهم أحسن، خلينا إحنا هنا. آه ما نمتش من إمبارح. أنا ولا هي نمنا. المهم طنطا قالت لي ان انت كنتي عند الدكتور، قال لك ايه؟ هيعمل عمليه بكره. طب الحمد لله، ان شاء الله يقوم بالسلام. طب انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما بنقول هيعمل العمليه وهيشيلوا له الورم وان شاء الله يطلع حميد يا شيخ، انت هتفولي على الراجل. الله، بابا احتمال يكون عنده كانسر يا جماعه. في ايه؟ اهدي شويه يا حبيبتي، اديكي بتقوليها احتمال احتمال. البت دي نكديه وبتحب تفول دايما. ما قلنا هيطلع كويس ومفيش حاجه ان شاء الله. يا ساتر ان شاء الله يا حبيبتي. ايوه 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 يا ساره حبيبتي، قولي لي وصلتوا؟ ايوه احنا في المستشفى. طب تمام، اصل انا عماله اكلمها ما بتردش على التليفون. هي بابا عامل ايه؟ ايه بتحاول تكلمك وانت ما بترديش. كنت عند الدكتور. طب خدي معاكي. ايوه 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 يا بوب. يا حبيبتي طمنيني، باباكي عامل ايه؟ الف سلام عليه. الله يسلمك. هو تعبان شويه وهيعمل عمليه بكره. انا ساره طبعا حكيت لي كل حاجه، وان شاء الله وان شاء الله يا رب يكون بخير. يا رب يا ايه. يا رب يا حبيبتي. معلش طبعا انت عارفه انا مشغوله في القناه ومش عارفه اجي لكم دلوقتي، اول ما اخلص هاجي لك على طول. ما تتعبيش نفسك، اصلا مواعيد الزيارات بتنتهي بدري. لا ما انا هخلص واجيلك، هجيلك طب الصبح بدري. تعالوا يا اهلا. ربنا يقوم بالسلامه يا حبيبتي ويطمنك عليه يا رب. السلام عليكم. الو، هو الموضوع كبير ولا ايه؟ شكله كده. طب يا حبيبتي عشان خاطري بس ما تسيبوهاش لوحدها. يا امي مش هينفع. خلاص دلوقتي عشان خاطري. سلام. تمام يا حبيبتي. ماشي خلاص. لا هخلص شغل واكلمك. يلا باي باي. باي. ايه ده؟ ايه يا شيخة؟ انت مالك؟ حشرة نفسك ليه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ غريبة. فاكرة يا بنتي يا هبة يوم ما البت دي كانت بتعمل عملية وقعدنا نشرب سجاير في الكريدور بتاع المستشفى؟ ابوكي اسود. دي حاجة تفكريني بيها يا هديل دلوقتي؟ انت غريبة قوي. انا اللي زهقتيني اليوم ده. انا الغريبة. 18 ساعة بتفوقي؟ زهقتيني. يا ساتر. رهيبة انت، رهيبة. انت تفتلك بلاد مش طبيعية. وكان في حتة الدكتور اهبل عامل لك العملية. طمني. شكرا. سلامتك يا سارة. فتحي قولي كل حاجه تمام جاهزه؟ انا بعت عربيه الحماطه خلاص، زمانه جاي في السكه. طب كويس. قولي بقى طلعت الماتيريال في القلم؟ يا نهار اسود، القلم
يا نهار اسود القلم، يعني ايه؟ انا نسيته في البيت. يعني ايه نسيته في البيت؟ انت بتتكلم بجد؟ اه نسيته في البيت وهروح اجيبه حالا. يعني ايه تجيبه حالا؟ انت بتهرج؟ انت ايه؟ ما عندكش مسؤوليه؟ مش حاسب اللي انت بتقوله؟ اقسم بالله العظيم القلم ده ما جاش دلوقتي بالماتيريال اللي فيه لو اديتي 60 داهيه ومشيك من البرنامج. طب ممكن توسعها ايه من قدامي عشان اروح اجيب القلم من البيت حالا؟ اتفضل يا بيه مهمل، اتفضل. تفتكروا هبه قالت لابوها انها مش عايزه عريسها؟ تخيلي ان انا اول ما عرفت انه تعب افتكرت ان هو تعب بسبب انها قالت له الخبر ده. انا ماشيه مع اتنين متخلفين، يعني الراجل هيجرى له اللي جرى له ده عشان بنته رفضت عريس؟ ايه التخلف ده؟ واحنا كنا نعرف يعني ان عنده ورم؟ انا افتكرته تعب وخلاص. تفكير بثلاثة جنيه تفكير. انما انتي محلوه بجد. جينز وضيق. ايوه حركات. ايه وايه الفرو ده؟ حلو قطي. اوكي اتبسطتي في اسكندريه؟ قوي قوي. اسكندريه كانت حلوه قوي يا هديل، تحفه. عمري ما عشت يومين زي دول في حياتي بجد. لوحدك يا روحي؟ ايه عشيهم لوحدك؟ لا طبعا. كان معايا دكاتره وكان عندنا شغل يعني. طبعا احلى شغل ما بين الدكاتره في اسكندريه. انت هتقولي لي معروفه، شيء معروف. هديل ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ايه؟ لا عايزه اسالك بس، ما فيش حاجه. هو انت فعلا رفعتي قضيه خلع على جوزك؟ انت مالك انت دلوقتي يا حبيبتي؟ انا عايزه اطمن عليك. انت مالك انت يا هديل؟ انا بسالك. انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. خلاص ما تتكلميش في الموضوع ده. انا قلت حاجه؟ اخرسي خرسي. اكتمي خلاص، له وقته وله مكان. طبعا ايه العقل كمل ثم اني حر. طبعا هو مش انتوا احرار؟ ايوه. ادوني مره فرصه في حياتي اعمل حاجه صح. ايوه بس المهم تكون صح. سامعاني بقى؟ انت مالك انت خلاص انت مالك؟ قطمت. انا مش عايزه اتكلم في الموضوع. خلاص مدفع يا ساتر يا ساتر. انت قلت لي حاجه؟ انا ما قلتش حاجه، ما اتكلمتش. انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. خلاص ما بنتكلمش. ما بنك اهو قطمنا. افصلي. هو انا مش قادره اعيش معاه من تاني يعني، عارفه؟ ولازم اخلعه. ما هو هعمل ايه؟ مش عايز يطلع. انت ليه محسساني؟ ثانيه واحده، ليه محسساني هتخلعي ضرس؟ ليه؟ انت مالك انت دلوقتي؟ مش انت اللي بتتكلمي يا هديل؟ انا اتكلم. انت لا. انا ما يا ستي انا اللي اتكلم. انت اللي اتكلمتي. انا لا. هي فتحت الموضوع. اسكتي. سكت. يا ساتر. انا اللي يا ساتر صح؟ عمبا الخاطرين، لازم نحجزك هنا في المستشفى. مستشفى 7 ادوار. قولي لي يا جان. لو سمحتي انا مش عايزه. انا جان. انا جان. انت جان؟ انا جان. مالها دي؟ انا جبت سيرتك. دي مجنونه. اهدي ارجعي شويه. انت كده ريحي انت شويه. عايزه ايه؟ قولي لي يا جان. نعم ماشي. أنا. يا جان انا. هو الورم اللي في البنكرياس ده خطير بصراحه كده بنسبه كبيره، هيبقى كانسر. يا نهار اسود، هبه هتموت لو عرفت حاجه زي كده. يا نهار اسود. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ربنا يكون معاها. وبعدين يا جماعه انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. لو سمحتوا. يلا يلا. لا وقت. طيب ولا مكان. ولا مكانه على فكره. مكانه خالص. يلا يا حبيبتي انا تعبانه اصلا وجايه مبسوطه. انا ناقصه حد ينعكس عليا بس اتفسح شويه. طب برضه مش هتكلم في الموضوع ده. ما تتكلميش. كانت عزومة حلوة أوي. مالك ما بتكلميش ليه؟ في ايه؟ هديل هديل. أيوة خالد. لا أبدا، هكلمك بعدين. Thank you.
انت بتعمل كده ليه؟ عشان بحبك يا هديل. وانا قلت لك اتس اوفر. واذا كنت خدت المفتاح علشان تعمل كده فانا هغير الكالون يا سيف. هنجيب الحجر ده وهندخل الخيط فيه. اوكي. نقيت اكبر واحد عشان نقفل بيه العمود. اوكي. وبعد كده هنجيب اصغر منه اهو. اتفضل. اوكي. يلا اتفرجنا. اعمل ايه يعني؟ نقي احجار مناسبه لبعض. والوان تليق مع بعض. بس كده. الله يطمنك. طيب ناخد ده مثلا احمر واخضر اشتغلوا مع بعض صح؟ ما تتريقيش عليا من فضلك. شغال لغايه دلوقتي شغال. اوكي انا بتعلم. وازرق. اوكي انا هعمل لك كوكتيل حلو قوي دلوقتي. اصفر. بلاش اصفر كمل. طب موف. ولا موف. ايه الاختيارات دي؟ نقي الوان مناسبه لبعض. انا هقول لك حاجه لذيذه جدا. احنا ناخد دول كده زي ما هما ونحطهم هنا. طلع دول كلهم واسلمك حاجتك زي ما هي واقول لك يا استاذه هديل انا ما بفهمش في الشغلانه دي بليز اعفيني. عشان تعرف بس اكل العيش مر. اكل العيش وكلام السواقين اللي انت بتقوليه ده في ايه؟ طلب ايه؟ بس انت مالك؟ يعني ايه؟ يعني حاسس انك مش طبيعيه خالص بالعكس. بتسرحي كتير يا هديل، بتروحي بعيد قوي ما بعرفش بتروحي فين بالظبط. هو السؤال بقى. انت مالك انا بروح فين؟ سؤال مهم ده. يعني مش عارفه ليه. طيب في الحاله دي بقى احنا ستي نجيب الاحجار المتناسبه مع بعض في الحجم في الالوان نحطهم جنب بعض ونجيب الفتله السحريه اللي انت وريتيها لي دي ونبدا العقد بتاعنا نجيبهم جنب بعض. يا استاذة. ايوه يا استاذة. معلش هات لي عربية بسرعة من الجراج. العربية خدها الاستاذ سيف الصبح بدري. ليه يا عم عبدو تديله عربيتي ليه؟ هو انت مش عارف ان دي عربيتي؟ بس انا ما اقدرش اقول لسيف بيه ما تاخدش العربية. طب خلاص روح انت. حاضر. طبعا طبعا. ما بيردش ما بيردش ما بيردش. بتاخد عربيتي من غير ما تقول لي ليه يا سيف؟ ليه؟ انت تعرف انا ورايا ايه النهارده؟ حرام عليك اللي بتعمله معايا ده، انا كان ورايا سيرفيس النهارده. يوه انا كنت متاكد انك مش هتصحي الصبح بدري. فجيت خدت العربيه واديتها لك التوكيل عملت لك الصيانه كلها كمان. ليه؟ هدي لي مفتاح في العربيه. عندي استنى. تعالي نرتب افكارنا دلوقتي. عم محمد بيعمل غسيل للكلى لحد ما نلاقي له متبرع ويعمل عمليه زرع كلى. من ناحيه تانية انت وزينب عملتوا تحاليل والنتيجه هتبان بكره. لو حد فيكم نفع يتبرع له اهلا وسهلا، ما كانش يا
يبقى مضطرين نلاقي متبرع حتى لو نديله فلوس عشان يعمل عملية. الموضوع سهل يا عبي. مش مهم الفلوس، مهم ان احنا نلاقيه. بس انا مش هخلي زينب تعمل العملية حتى لو كانت تنفع، لسه صغيرة. لعلمك بقى انا كنت ناوي اعمل كده حتى لو اي حد فيكوا ينفع يتبرع له. انا مش فارق معايا، انا المهم ان محمد يخف. انت متعرفش ده يبقى بالنسبه لي ايه؟ هو اللي رباني زي ابويا. متخافيش عليه هديل، هديل عشان خاطري، مش عايز اشوفك زعلانه. ضحكتك بتديني امل. اضحكي بقى، ما تبقيش غلسه. عارف اني طول عمري بحلم بان يبقى في حد جنبي، يبقى جنبي في اي مشكله تقابلني. حاسه ان الحياه سهله مهما كانت صعبه. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجه هديل، انا ببقى فرحان جدا وانا جنبك. بيت حاجتي ونفسي اتعشى مع مراتي. سيف انا ما بقتش احبك، وعايز اقول لك ان كل اللي بتعمله ده مش هيفيدك لان حصل متاخر. لسه عندنا وقت يا هديل. ما عندناش وقت. ليه ما عندناش وقت؟ لانه ما كانش وقته انك تتفرج على افلام واقول لك ده بيجرحني وانت ولا يهمك. ما كانش وقته لما ضحكت عليا وفهمتني انك بتقرب من ربنا وانت بتخدعني وبتفكر تتجوز عليا. ما كانش وقته حاجات كتير عملتها جرحتني. سيف احنا اللي بينا ما بقاش موجود. ارجوك سيب المفتاح، واوعدك ان انا هبعت لك كل حاجتك لحد عندك. تعبتك معايا يا بنتي. هي الادويه هتخليك كلام مش مظبوط ولا ايه؟ انت زي ابويا، في حد يقول لبنته كده؟ ربنا يخليك ليا يا بنتي. يخليك ليا وتقوم بالسلامه ان شاء الله. وتفتكري يا بنتي هنلاقي حد يتبرع؟ يتبرع ايه بس يا بابا؟ دول بياخدوا فلوس وفلوس كتير كمان. مش مهم كام، المهم ان احنا هنلاقي اللي هيتبرع. ما الاستاذ سيف كان هنا وفي كلامه قال لي ان العمليه سهله. سيف؟ ما هو جه وانا قلت له ان هو في المستشفى. الو؟ ايوه سيف. سيف بتاع مش بتاعك انت. مش هتطلعي بره الاوضه دلوقتي حالا. ليه؟ ليه؟ مش هتطلعي بره. ليه؟ مين اللي قال لي سيف؟ انا سيف فيهم؟ انت هتستعبطي حضرتك قدام ابوك ويفطس مننا حالا. ما هو جه الجلبي وانا وعرف ان بابا في المستشفى والبيت. ماشي ايه هديل؟ اي والله عليكي. ازيك يا ايه؟ انا مش عايزاكي تكوني زعلانه مني انت او ساره. ونزعل منك ليه؟ يعني عشان اتعصبت عليكوا شويه امبارح. يعدتك ولا هتشتريه؟ وبعدين المفروض تزعل منك هي جان مش احنا. جان دي عايزه تاكل بالجزمه. ليه يعني؟ دا
ده في الموقف اللي هي فيه كنت فاكره ان انتي اكتر واحده هتنبسطي لها. يعني ليه بقى ان شاء الله؟ يعني عشان هتاخد واحد مسلم وممكن تسلم. يا بنتي يا هبله، دي هتسلم علشان بتحب مش عشان مقتنعه. وبعدين طالما مش هتسلم بصحيح تزعل ابوها وامها منها ليه؟ ما ترجع لاهلها، ايه الغلاسه دي؟ وبعدين خلصوا كفاتسه مصر عشان تروح تحب لي واحد مسلم؟ انتي عارفه ان انا كل شويه بكتشف فيكي حاجه جديده. ليه؟ يعني انك حقانيه ودي حاجه بحترمها فيكي. يا بنتي انا طول عمري كده، ده العادي بتاعي، بس انتوا مش واخدين بالكم. لا ما تقوليش كده. يعني ايه؟ طب بقول لك ايه، انتي مال صوتك؟ مفيش، متضايقه شويه. يعني موضوع كده هبقى احكي لك عنه بعدين. اوعي بنتي تكوني بتحبي واحد مسيحي وعايزه تتجوزي انت كمان. لا يا ستي. بقول لك ايه، طب ممكن اقفل معاكي ثانيه ارد على الويتنج واكلمك؟ باي. اهلا، الحمد لله على السلامه يا راجل يا طيب. الله يسلمك، تعبتك معايا يا بنتي. ايه الكلام بقى الغلس ده يا عم محمد؟ مش هرد عليه، الظاهر ان العمليه اثرت على حاجه جوه هنا كده. انت ليه دفعتي الفاتوره؟ مش هرد عليك انت كمان. كتر خيرك يا بنتي. جرى ايه يا عم محمد؟ هو بقى فين بين الاهل الحاجات دي؟ يلا بينا، يلا عشان اوصلكم. قومي باللي باين. قومي. الو. انا ساب الموضوع كله على ربنا يا انجي، هو يتصرف. سواء هدي رجعت ليا او لا، انا مش هرجع تاني لحياتي اللي فاتت، لاني اتغيرت بجد ومش هسمح للظروف ان هي اللي تحركني. بالعكس. مبسوطه قوي ان انا بسمع الكلام ده يا سيف. الكتاب ده لازم يطبع يا انجي، حتى لو انا ما عرفتش ارجع هديل. ربنا يسهل. ممكن اسالك سؤال يمكن اول مره اساله لك؟ اسال. هو انت ازاي فاهمه الحب كده وما حبيتيش لحد دلوقتي؟ مش عارف، يمكن مش قادره ادي نفسي فرصه تانيه او خايفه. انت ما ينفعش تخافي يا انجي، عارفه ليه؟ ليه؟ اللي يعرف قيمه الحب زي كده ما يخافش. حاضر يا سيف، هدي نفسي فرصه تانيه. مبسوطه قوي ان انا سمعت الكلام ده. باي. صباح الخير يا هلي. صباح النور. انا اسف اني جيت من غير ما اكلمك، بس في شويه اوراق جوه في الاوضه عايز اخدها. اوكي اتفضل. تعيان ولا ايه؟ لا لا لا، بس تعبانه شويه. ده انت سخنه جدا، في دكتور شافك او اخدت اي دواء؟ لا. انت حرام عليك بتعمليه في نفسك ده. بصي هات المفتاح، انا هنزل اجيب لك دواء من الصيدليه وهجي لك بسرعه. خشي انت ارتاحي. متشكره، ما تتعبش نفسك. هدي مش وقت دلع، هاتي المفتاح وخشي ارتاحي. يلا مش هتأخر عليك، خش ارتاح. هديل ليه دلوقتي يا سيف؟ عشان اتعلمت ان انا ما اسيبش الانسان اللي بحبه مهما حصل. ايه اللي غيرك؟ كان في حد سألني إذا كان في حاجة في مراتك لسه موجودة خليك ما تسيبهاش، واداني حاجة كده حابب أقول لك عليها بعدين. إيه ده؟ جبت الكتاب ده منين؟ مرات محسن صاحبي. أنا فعلاً بتهول. في اليوم الكام؟ أنا في اليوم 33. بس 30 يوم بس. بس أنا قررت أكمل. بتعمل كده علشاني ولا عشان سيف؟ لأن أكيد ما كنتش هتعمل اللي في الكتاب. في الأول ما كنتش عايز، بس بعد ما قريت في الكتاب لقيت إن أنا ما أعرفش أي حاجة عن الحب.
ولما فهمت قررت اكمل. نفسي اصدقني دي الحقيقة. مش هقدر استحمل صدمة تانية. سواء صدقتي او ما صدقتيش يا هيدي، انا عايز اقولك على حاجة مهمة جدا. عايز اقولك ان انا اسف. انا اسف على كل حاجة واي حاجة. اسف ان انا جرحتك في يوم من الايام. انا كنت اناني، كنت عايز منك كل حاجة وانا ما اديتكيش اي حاجة. بس على عصبيتي وقسوتي معاكي وصوتي العالي، انا كان المفروض ان انا احبك وبس. انا الايام اللي فاتت دي كلها كنت بدعي ربنا كل يوم انه يسامحني، وانا النهارده يا دي بطلب منك انك تسامحيني. انا اكتشفت انك ما بتخلفيش لان العيب مني انا. انا رحت للدكتور وباخد علاج دلوقتي، الدكتور طمني. انا مش عايز اعيش بقيت عمري من غيرك يا هديل. مليش. عاملة ايه؟ أنا عاملة كويس، وقراية فتحتي بكرة أنا وسيف. مبروك يا زينة. الله يبارك فيكي. على فكرة أنا سمعت كلامك وما قلتلوش على موضوع العملية، لأن عارفة إن هو يعني مش هيستوعب. بحبه قوي، خايفة يبعد عني. ما تخافيش، ربنا عايز يستر عليكي. انسي الموضوع ده خالص وما تخافيش منه. انت اتعلمتي من غلطك. ممكن اسالك سؤال؟ طبعا. هو انت مش هترجعي لاستاذ سيف تاني؟ مش عارفه. على فكره بقى، الراجل ده بجد بيحبك قوي. طب انا هقولك على حاجه، بس توعديني مش هتقولي لحد. قولي يا زينة. اوعديني الأول. أوعدك يا ستي. أستاذ سيف هو اللي اتبرع بكليته لبابا، وقال لنا حتى ما تجيبوش سيرة، وحلفني أنا وبابا إن إحنا ما نقولكيش، عشان معتقد يعني إنك أنتِ لو عرفتي هتقولي إن هو بيعمل كده عشان خاطر يرجع لك تاني. وسألته كمان قبل ما يدخل أوضة العمليات، قلت له أنت بتعمل كده ليه؟ عارفة قال لي إيه؟ قال لي أنا بعمل كده علشان الحاج محمد ده غالي عندي قوي انا وهزيل، وعارف كويس قوي ان هي زعلانه قوي علشان، وعندي استعداد اعمل اي حاجه علشان خاطر ابسطها. على فكره الراجل ده بجد بيحبك قوي. عمري في حياتي ما شفت حد بيحب حد بالشكل ده. سيبيني لوحدي يا زينة. سيبيني لوحدي بليز. الو، انت فين؟ عايزه ايه يا هديل؟ لو ما كنتش قلت لك انك راجل جدع فانت ده. ولو ما كنتش قلت لك اني سامحتك أنا سامحتك. لو ما كنتش قلت لك إني بحبك فأنا ده.
افتكر الوقت اتاخر اني اقولك نفسي اعجز معاك او اتاخر اني اقولك نفسي اجيب منك بيبي. مفيش حاجه اتاخرت يا هديل، احنا لسه قدامنا وقت طويل. وحشتيني. عارفة يا هديل، أنا نفسي أرجع بالزمن تاني عشان أتجوزك من أول وجديد. أنا حاسس إن أنا ضيعت وقت كتير ما حبيتكيش فيه، ونفسي أعوضك عنه. طول ما إحنا مع بعض هنبقى أحسن. أيوه، من هنا ورايح هنبقى إحنا، ما عادش في بينا أنا خالص، إحنا وبس. فكرة دي أنا مغرم بيكي. مغرم؟ مش قديمة شوية دي يا سيف؟ مش بقولك هرجع بالزمن اللي ورا، يعني هتلاقي كلام برضو كده قديم، يعني ممكن فجأة تلاقيني أقول لك كنينة. يسعد مساكو، أنا ممنون. قديم بقى. أو يسعد نهارك. بس تعرف فكرة حلوة، ترجع تتجوزني من جديد؟ خلاص يا سيف، بص انت روح لابويا الله يرحمه، وروح لأمي الله يرحمها، واطلب من منهم، وانا اوعدك هفكر. ايه يا هديل، انا عشان اروح لابوك الله يرحمه وامك الله يرحمها يبقى انا لازم كمان الله يرحمني؟ ما يلا في داهية بقى يا سيف. وانا اتجوز بقى واحد طول بعرض وبشعر وبقصة، بعد الشر عليك. فاكرة هديل أول مرة مسكت إيدك فيها؟ كان يوم منايل بستين نيلة. ليه كده؟ ليه يا سيف؟ أنت كمان حبكت تمسك إيدي وأنت سايق الموتوسيكل، حد يسوق الموتوسيكل بإيد واحدة؟ خلتنا نتشقلط في الطين ومش عايزه اقول لك ايه اللي حصل لي، كل حاجه اول اوفر تيم. ده انا ما عرفتش شكلك من الطين اللي كان. لا ما بقول لك اول اوفر تيم. وعلى ما روحت بقى الطين كان نشف، ومش عايزه اقول لك ايه اللي حصل بقى في الشاور. ده غريبه جدا، ديساين ربنا بعتها لي، انا مش عارفه ازاي ما فهمتش، يعني ايه الغباوه دي؟ طيب فاكره اول مره بوستك في خدمتك؟ لا. بس هو انا فاكره يعني انه كان عيد ميلادك. كان يوم حلو قوي. حلو حلو منين بس؟ مش عارفه، ده انا يا دوبك روحت البيت لقيت البواب مستنيني على باب البيت بيقول لي يا استاذ سيف البقاء لله، ابوك مات. تقولي لي حلو؟ ما هي علامه برضو، علامه برضو ما خدتش بالي منها. نفس الغباوه، نفس الغباوه. بس عارفة على قد الغباوة اللي احنا فيها دي بحبك برضو. وانا على قد غباوتك ما اقدرش ابعد عنك. تعرف يا هديل، زمان اكتر حاجة شدتني ليك ايه؟ مش عايز اعرف. عينيكي، بصت عينيكي كانت حلوة قوي، شعرك. بس الحقيقة الحاجة الوحيدة اللي ما كانتش عجباني رجليكي، كانوا نازلين من الفساتين بتاعتك زي عدان الكبريت كده. رجلنا؟ ده زمان زمان، انت دلوقتي زي الفل. يا عم اسم الله عليك، روح اتفرج على نفسك وانت لابس شورت. ايه مالي؟ لا مقوس خالص يا سيف. ايه مقوس؟ ايه مقوس دي؟ ما عاملين كده يا سيف. هم انت ايه دول؟ انت كنت بتركب حمار قبل كده وبعته عشان تركب موتوسيكل؟ حبيبي مقوس خالص. حمار ايه يا بنتي؟ انا كنت بركب خيل، انا كنت بطل. يا عم خيل ايه بس؟ خيل ايه؟ ده انت مكسر كده.
ربنا ما يحرمنيش منك يا نينا. مش ملاحظين حاجه يا بنات. انا ملاحظه القمر صافيه كده نخل. قمر ايه يا هبله انت وهي؟ ايه انا بتكلم على الارض هنا كده. هو انا كل ما اكلمك تقولي لي خفتار؟ بخاف من الزرزيه يا جماعه. انا بتكلم على مستوى القاعده يعني. قاعده يوه. ايه طب قولي عايزه تقولي ايه؟ حلوه. مش ملاحظين ان من ساعه ما شفنا بعض واتقابلنا حياتنا اتشقلبت؟ تصدقي هديل انك بتتكلمي صح. ازاي انا ما لاحظتش حاجه زي كده؟ ده انا حتى في الحياه نظرتي ثقيبه كده وذات معنى. ثقيبه؟ اه. طول عمرك دكتوره مثقفه. البت دي مش مصدقه ان انا صيدلانيه لحد دلوقتي. اجيب لك الشهاده من البيت اعمل ايه بالظبط؟ صدقي بنت ساره شكلك انت عامله لنا عمل ليكي في الحاجات دي صح؟ بلبسك ده والغوايش والجنولات الملونه والشمع المرمي مولع في الاطفال في يوم من الايام. بس بقى انت وهي لعلمكم احنا اتقابلنا عشان كنا كلنا محتاجين لبعض. وبعدين لو كنت عامله سحر يعني كنت عملته لنفسي، ما انا كمان حياتي اتشقلبت. يا اختي اتشقلبت ايه؟ انت متشقلبه خلقه. اللي متشقلب ده انت كل يوم والتاني. اسكتي بقى، ده انت عرفتيني. ده انت يا رائد بقى لنا قد ايه بنشوفها دي؟ متشقلبه ولا عامله حد قولها؟ وبعدين حامل مش عارفه من مين؟ يا هادي يا هادي يا هادي. انت جلسه بجد وتقول لك اتشقلبت؟ ده انت اتعدلت يا شيخ. ماشي انا اتعدلت وانت هي بقت كده يعني. انا شلت لا مش شغاله يعني حفظ الخط. اوكي تعلمت. بص انا مش عارفه يعني هي احسن يعني ولا احسن يعني يا احسن. على الاقل في الاخر عرفت راجل. تمام. طب يا جو انا اسفه مش هقدر اسالك السؤال ده، انا عارفه انه سؤال حساس. لا 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 مفيش اي حساسيه ولا حاجه عادي. بس اللي انا عايزه اقوله لكم حاجه مهمه جدا بجد. يمكن اكون احسن واحده فيكم دلوقتي. ليه يعني؟ يا سلام. انا حاسه ان نفسيتي بقت احسن، حياتي بقت احسن، بشوف الناس وبحس بيها بشكل مختلف. ايوه بس اول ما عرفتك كنت متحشمه عن كده. يلا فعلا. دي اكتر فتره في حياتي بجد انا راضيه فيها عن نفسي. قد ايه انا عظيمه ومتواضعه. الله البت دي زباله. انت طول عمرك كده على فكره. طول عمرك بقى انت مش هتخسي ابدا. يا انت شخصيه عجيبه يا بس. لا يا حد. انا اقدر كده اقول ان انا كده نجحت في ايه؟ العمل بتاعي. برافو. اشتغل. برافو. عمل ايه؟ عمل اسود والهب. مش انا عامله سحر الحوار كده. كنت بقول لها انت عامله باللبس سحر سحر هنا من انا نجحت يا هديل. اهم حاجه كده انا هطلب منكم طلب دلوقتي. ايه؟ مدوا ايدكم. امشي يا ستي. يلا ماشي. يلا بينا يا ماما. لا تعالي 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 انت وين؟ المد ايدكم. ايدي اتقطعت اتشلت. انا مش عايزه مش هلعب. لا بليز مش عايزه. بطلوا تهريج بقى. مدوا ايدكم عشان عايزين نتواعد ان كمان 5 سنين يوم عيد ميلادي برضو يوه نتقابل يوم اسود ونقعد. بس بقى هتفضلي تحتفلي بعيد ميلادك لمده كل سنة؟ كل سنه. ايوه طبعا. ايه الفراغ ده؟ لا بس كمان 5 سنين تحديدا نتقابل ونقعد القعده دي. اوبا انا موافقه. مش هنشوف بعض لمده 5 سنين. ايه هبله انت وهي؟ لا طبعا هنشوف بعض بس هنقعد قعده زي دي كمان 5 سنين. ليه؟ عشان نشوف ايه اللي حصل بحياتنا. فعلا اكيد حاجات حلوه جدا هتكون حصلت. اه ليه؟ ايش ضمانك انه في حاجات احسن؟ يا ساتر يا يعني انا ممكن اقابلك كمان 5 سنين ابقى مطلقه. اه ومشرده. الكلام ده صح. ومش لاقي ياكل وبعت المحل وسيف اتجوز عليا اكيد. مش هتشحتي في الشارع. ها؟ مش هتشحتي في الشارع كمان غالبا. يا رب. وانت حياتك هتبقى ايه؟ ما اعرفش بس على فكره انا ممكن انا و الواد الصغنن ده فتحت ربيك. انا كنت يعني بجرب. يمكن ما نفهمش بعض ما نكملش. ممكن اسيب البرنامج. يا بنات بصي كده ليه؟ مش عارفه. ممكن افكر في حمزه هو برضه راجل كويس. مركزه قوي. عموما يا جماعه انا عايزه اريحكم من ناحيتي. اكيد 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 انا هتراهبن ومش هعرف ولا واحده فيكم وهيفضل
ده افضل يوم في حياتي. ايه التشاؤم اللي انتوا فيه انتوا كلكم ده؟ يا جماعه فكروا في نهايات سعيده. بمعنى ما هو مفيش، يعني في الايام السوداء اللي احنا فيها دي فين 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 تفاؤل؟ اجيبه منين الكلام ده؟ بشوفه في المسلسلات، البطل يتجوز البطله ويخلفه. بس على فكره كمان المسلسلات اليومين دول مش لازم نهايه سعيده، البطل ممكن يضرب البطله بالقلم فتروح متطلقه قبل النهايه. اه عادي على طول بيعملوا كده، وكمان في مسلسلات اليومين دول لازم يطلعوا المسيحي يترهبن في الاخر، مش عارفه قافلينها قفله سودة. طب بصوا بقى، انا جات لي فكره هايله. ايه؟ احنا لما هنتقابل ان شاء الله يوم عيد ميلادي برضو كمان خمس سنين ندينا طولت العمر، هنقعد مع بعض ونكتب قصه حياتنا في مسلسل. اصلا لو كتبنا قصه حياتنا في مسلسل محدش هيصدقها، لان كله هيقول لك ده خيال علمي. هو في حاجه بتحصل بالشكل ده؟ ايه الهبل ده؟ ليه يعني؟ اللي ليه يعني؟ بنات ومخدرات وحشيش وخمره والفاظ زباله. اه صح. ده مش ده حصل فعلا وبيحصل؟ ايوه حبيبتي حصل وبيحصل، بس مش كل حاجه في حياتنا ينفع نقولها كده، يعني ما ينفعش نقول للناس ونعترف بكل حاجه بنعملها، علشان في حاجات في حياتنا اكيد بتبقى عيب ما يصحش ان احنا نقولها. ليه؟ عشان عيب. لا كده احنا بندفن راسنا في الرمل. ايوه احنا لازم الناس تتعلم من اخطاء الاخرين. ايوه يا ساره، جن عندها حق، ثم ان مش كل الناس مشاكلها زينا. صح. في ناس مشاكلها ابسط بكتير. يا حبيبتي مش كل الناس مشاكلها زينا، بس في ناس مشاكلها زينا، وفي ناس زي ما انت بتقولي مشاكلها ابسط، وفي ناس مشاكلها اكتر، بس المشكله الناس بتختار ان هي تجمل وقعها بالكسب. ايوه بس احنا عندنا مشكله في بلدنا، هنا الناس ما بتحبش ان انت تواجهيها بمشاكلهم، يعني ما يحبوش ان انت تقتحمي حياتهم، بيخافوا من الموضوع ده. طبيعه مجتمع يا جماعه. يا جماعه ما تسيبوها تقول اللي هي عايزاه. انا اللي اعرفه يا ساره ان انت ممكن تفهمي الحاجات الكويسه اللي جوه الناس، بس انت ما بتفهميش في الناس اللي بتكذب على بعض. يعني على سبيل المثال لو احنا قررنا ان احنا نعمل قصه حياتنا دي مسلسل، من اول حلقه هتلاقي في ناس او بعض الناس معترضه، بتقول لك ازاي مطلعين البنات بتشرب بالشكل دوت حشيش وخمره وبتتكلم كده وعندها علاقات؟ ايه هي كل بنات مصر بالشكل ده؟ مش هو ده اللي هيتقال؟ مش هو ده اللي هيحصل؟ اكيد مش كل بنات مصر طبعا زينا، في بنات احسن وفي بنات اوحش. صح. ولو عملنا فيلم عن المخدرات ده مش معناه ان مصر كلها مخدرات، ولو الدعاره مثلا مصر كلها دعاره، بس ده تفكير غلط، الفكر نفسه غلط. تعرفي يا بنتي يا ساره انهم ممكن يقولوا ان سبب الانفلات ده الناس دي من الطبقات العليا، معاهم فلوس بقى يصرفوا على المزاج والروقان. انت معايا ولا مع الاسف؟ لا انا معاكي مع الاسف. انا معاكي مع الاسف. عارفين بجد اللي يشوف بلدنا دي من فوق غير اللي يشوفها من تحت. كلمة رائعة، الكلمة دي اتقالت في فيلم قبل كده. يعني سمعتها في من فوق ومن تحت، اهو الكلام ده مثلا لو قلناه في مسلسل هيعترضوا عليه. ليه؟ انا بقول على فكرة على فكرة ده اتقال تحديدا في فيلم او في مسلسل. يقول لك فيلم ماشي مسلسل لا، اسمعي كلام. بس انا عايزة ثانية واحدة ارد عليكي يا هديل في حاجة معينة. مشاكلنا مش سببها فلوسنا. مشاكلنا سببها تربيتنا. والغلط اللي بيتعمل في فيلا ممكن يتعمل في شقه، وممكن يتعمل في عشه، وساعات اكتر كمان ممكن يتعمل في الشارع، بس لولا بقى البوليس يقبض عليهم ويقول لهم فعل فاضل في الطريق العام. او كبسه. انت خلاص بقيتي مزاج من الاقسام، فاكره تخصص يبقى. عموما يا بنات لو ناويين تعملوا المسلسل ده بجد بلاش تعملوا حسابي فيه، مستحيل تطلعوا واحده مسيحيه بتفكر زي. وعموما برضه مؤلف المسلسل ده هيكتب في النهايه ان انا لازم هترهبن هترهبن، الموضوع قفل في وشي. طب هترهبني وتريحينا. ايه رايكم في الموضوع ده؟ يا جماعه ايه العقد دي؟ ايه كم العقد دي؟ ليه؟ احنا لازم نحاول ان احنا نغير افكار اللي حوالينا. ازاي يعني؟ من المسلسل. بجد؟ ايوه. طيب. خلاص يا جماعه احنا بلاش نحبط صار. اوكي. احنا هنعمل لك مسلسل. ماشي. يعني احنا ممكن نتكلم في المسلسل عن هبه. وابوها وامها ان هم يعني تستعر منهم عادي، يعني هم بصراحه نوفوريش وحاجه نيله يعني. لا والعربيه البيضاء مش لايقه على الاب والام، حاجه غريبه الفضايح دي. يعني دول ممكن نقول عليهم ايه. نعم حبيبتي. عادي مش عادي يعني بتكافح وشغاله. مفيش علاقات كويسه، قصه كفاح يعني معديه دراميا. جن عايشه دور المضطهده في البلد اللي عارفه انت ازاي، ومش عارفين يعملوا حاجه، مضطهدين وهم مسيطرين يعني. حبيبه قلبي حبيبتي. انما انت يعني انا وانت يا ساره مستحيل نطلع في مسلسل.
ليه بقى ان شاء الله؟ ايه اللي ليه؟ ايه اللي واحده داخله لي خارجه لي مع رجاله ومش عارفه مين وحامله لي من واحد وما تعرفش من مين ومش عايزه تنزله؟ ده انا كافحت، ده انا كافحت ومش قلتني، فاكره؟ تايه يعني ايه اقول لك عادي؟ عادي ازاي؟ انا اطلع ده في مسلسل اقول ايه؟ صحيح. يعني انا اقول للرجاله جوزي بيتفرج على افلام بورنو، انا اقول لهم ايه؟ مش بورنو، ما تقوليش كده. عشان رقابه. برافو عليكي. يعني جوزي بيتفرج بدل افلام بورنو عشان رقابه. ايوه افلام ثقافيه. ايوه كده بعدين. وبعدين انا بقى مش عايزه انام معاه. الرقابه. ايوه مش عايزه اقيم معاه علاقه زوجيه لذيذه عشان اذل امه. ما انا لازم اذل امي، هيذل امي بس طبعا. لا وبعدين ايه 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 مش عارفه تقول حاجه عشان الرقابه. احنا بقى بالذات لازم قصصنا تطلع في المسلسل. ايه ليه بقى؟ الناس هتتعلم الصح ازاي يا هانم غير لما تشوف الغلط قدامها وتشوفه واضح كده ومخبوط في وشها. وجهه نظر الغلط كله. وجهه نظر صح. غلط كله. اقنعتيني. خبط في وشهم. بس في مشكله ثانيه. مين المؤلف اللي هيكتب كل البلاوي دي؟ محتاجين مؤلف يكون عامل كده يعني حسني عامل اللي هو كده اللي هو يعني ايه فظيع كده جريء يعني فاهمه يخبط الناس في وشها كده مره واحده. مين؟ مش عارفه بقى مين. مين يا هي؟ اشمعنى يعني؟ مش فنانة. مش انت الفنانة الجميلة بقى وعايشة في دور وكده؟ طب صدقوني عندي حد فعلا كويس جدا. مين مين مين؟ ها؟ مين؟ هعرفه عليه. بجد؟ والله بجد. مسيحي؟ جريء. انت بتدور على عريس ولا ممكن على فكره حقي عادي. طب مين مخرج؟ انا عندي مخرج. مين؟ تعرفي منين؟ عيب مخرج منين؟ طب انا مؤلف. ده سؤال. تعرفي مخرج منين؟ تسأليني انا سؤال زي ده. مش فاهمه. لا دي الخبره. لا عندي ولا ايه؟ عندي مخرج صايع. هايل كويس. ايه قبله انت مش محتاجه مخرج صايع. ايوه انت محتاجه مخرج ما يهموش حد. ما يهموش حد. طبعا هو صايع وما يهموش. هايل. خلاص اتفقنا. لقينا مخرج ولقينا مؤلف. تمام. لقيتي منتج؟ معانا فلوس بقى. احنا معانا فلوس. اغنية. هبه بابا وماما علقوا على البابا. هبه عادي عندهم تعملها يعني. يعني كل واحد يدفع له. ممكن بأجورنا مش مشكلة. احنا بنمثل برضه. أمال؟ ده إيه ده؟ أنتِ بتهزري؟ طب إيه اسم المسلسل؟ أنا أفكر. قولي يا أخي. اتفضل. هنسميه. دي عاجزة مكان دي. هنسميه. أنانية. إحنا نسميه يا رب. جاية. قلوب. حلو قوي. ألوان. تحفة. قلوب إيه ألوان؟ قلوب احمر. ايه قلوب احمر؟ اخرسي. ايه قلوب دي؟ ده جميل. قلوب. قلوب. عاجبك؟ ده تحفه. الوان يا عليكي. بلدي على اعتبار الجزء الثاني بقى كبد وكلاوي ومخاض. الرقابه من اولها. خلاص انا عندي فكره. ايه؟ انا لقيت الاسم. ايه؟ اسم على مسمى. ايه؟ احنا نسميه زنوب. الله. انا بطلت. انا بطلت. لا انا ساره تتفوق عليكي في البطوله على فكره. على فكره انا كده ضيفه شرف. انا مش هشتغل خالص. برافو يا جماعه. انا هاخد رجاله هنحرف واجي لكم اعمل فيكم ايه؟ هاخد دور منحرفه. ذنوب الوادي. ليه ذنوب؟ وادي ذنوب. عواقب الذنوب. وادي ذنوب. وادي ليه؟ هنقع. هنقع فين الوادي؟ وسقطت في بحر الذنوب. ده على فكره اسم فيلم قديم. لا بحر عسل. طب انا مضطره اسيبكم على اعتبار ان المسلسل خلص فعلا واحنا في الكاست وادي مصورين وادي الناس. يلا بينا يا اسامه. يلا بينا. يلا المخرج فين؟